مساء الخير وتحية رياضية مشاهدي ام تي في مباشرة من مدينة كمين شمعون الرياضية، نهائي كأس النخبة بين شباب الساحل والأنصار. المباراة طبعا يلي بتابعوها حصريا عبر شاشة ام تي في، المباراة يلي الكل بانتظار عشية الموسم الجديد. هذه آخر مباراة فينا نقول على صعيد الدورتين التنشيط تنشيطيتين، لأنه عندنا كان كأس التحدي وعندنا طبعا كأس النخبة اللي عم نشوفه أمامنا على الشاشة. بعام أو موسم 99-2000 كان شباب الساحل عم يحرز لقبه الوحيد، وهذا اللقب طبعا كان بكأس لبنان. نفس السنة سنة 2000 كانت عم تحمل للأنصار ثاني ألقابه بكأس النخبة وآخر لقب له بكأس النخبة. الأنصار يلي عنده لقبين أيضا بهالفترة بسنة 99، وقبل فوز الساحل بالكأس كان عم يوصل للمباراة النهائية لكأس النخبة. هيدي المرة الوحيدة يلي خاض فيها الساحل المباراة النهائية، خسرها أمام الهومان. من اليوم فرصة أمام الساحليين لأنه يحاولوا يحصلوا على اللقب للمرة الأولى بتاريخهم، مقابل محاولة للأنصار للعودة إلى منصة التتويج بالنخبة. من حوالي 19 سنة الأنصار ما قدر يرفع كأس النخبة، وبالتالي اليوم المهمة الأنصارية هي اللقب من فريق بينتظر منه الكثير جمهور، وبينتظر منه الكل أنه يحصل على الألقاب ويجمع كل الألقاب من بعد ما عزز صفوفه بتشكيلة مليئة بالنجوم. أيضا شباب الساحل في يقول رح يشكل اليوم اختبار جد بالنسبة للأنصار. الساحل يلي كنا بنتذكر ومع نهاية الموسم الماضي كان بلش شغله بسوق الانتقالات، حضر فريق جاهز، والدليل انه الفريقين تصدروا المجموعتين بكأس النخبة بالعلامة الكاملة. وبالتالي في يقول فارس انه شباب الساحل رح يفرض اليوم فعلا اختبار على الانصار. مساء الخير شربي، مساء الخير لكل مشاهدي الام تي في. شباب الساحل الى المباراة النهائية من دون ما يدخل مرمي اي هدف، مثله مثل البرج يلي احرز كأس التحدي، وصل للمباراة النهائية امبارح قبل ما يفوز على السلام من دون ما يدخل مرمي. هذا الشيء اللي عم بصير اليوم مع شباب الساحل. السؤال، هل رح يكمل فريق شباب الساحل او الانصار صاحب اقوى هجوم مع 9 اهداف بكأس النخبة؟ التشكيلة الاساسية حسن مغنية، حسين عواضة، موزيس لوكاس اللاعب البرازيلي، جهاد ايوب، حسام اللواتي، عباس عطبي، كالفن داو، حسن شعيط، توموني، حسن بيطار، الحاج مالك، وحسن معتوق. هاي التشكيلة الاساسية لفريق الانصار يلي اليوم جمهوره بيعرف كثير منيح انه الانصار اليوم مطالب بالفوز، مطالب باحراز كأس النخبة للمرة الثالثة بتاريخه. جمهور الانصار هي اللي بعدد لا بأس به اليوم بهاللقاء، ناطر الرقب الثالث له بعد موسمي 96 97 و99 2000. الانصار احرز كأس السوبر 5 مرات. خلينا نشوف تشكيلة الساحل. علي ظاهر، بكاري، كوليبالي، علي عبود، زهير عبد الله، محمد حمود، حسن كوراني، عباس عاصي، عباس عطوي، حسين حيدر، داوودا يمي، وعبد العزيز نداي. شربي اليوم المواجهة إذا بدك بين رقمي 10 بالفريقين وزيت الاسم وزيت العيلة، عباس عطوي، عباس عطوي، اثنيناتهم بالملاعب اللبنانية لا غنى عنهم نظرا للأداء الكبير يلي عم بيعطوه كان مع الساحل او كان مع فريق الانصار. طبعا المواجهه بين عباس عطوي وعباس عطوي اونيكا بتعيدنا طبعا للمواجهات الكبيره يلي كانت تحصل بين اللاعبين على صعيد الديربي، الديربي الكبير بين النجم والانصار. لكن اليوم طبعا كل بانتظار مباراه كبيره بين الانصار وشباب الساحل. الساحل رح احكي عنه كثير اليوم لانه الساحل تغير عن الموسم الماضي بالتاكيد، هالامر عكسه ادائه بالدور المجموعتين بكأس النخبة. صحيح فاز على العهد بتشكيلة رديفة، كان فريق العهد 3-0، لكن أيضا كان عم يفوز على الغزية 1-0، ومن بعد عم يفوز على النجمة، أو عم يفوز على فعلا على النجمة كان عم يفوز الأنصار 3-1 بالدور الأول، مثل ما فاز على الإخاء الأهلي عليه. في يقول بالدور نصف النهائي قدم شكله بشكل جيد شباب الساحل قد ما فاز على الإخاء 2-0، وبالتالي اليوم الساحليين جاهزين بالوقت اللي عم نشوف اللوحة الجماهيرية الأنصارية، أعداد مقبولة بالنسبة لجمهور الأنصار بمواجهة المنصة الرسمية، عم يزيد أعداد جمهور الأنصار، وطبعا الألتراس الأنصاري حاضرين بهالمباراة بالتأكيد. يعني يلي فيه يقولوا عن شباب الساحل انه بين الموسم الماضي والموسم الحالي تغير، نعم على صعيد
ثبات التشكيلية اللي كانت موجودة بالموسم الماضي، الكيميائية الموجودة عند اللاعبين أضيف إلى وجوه جديدة، وجوه ممكن تكون مفيدة. الساحل أبقى على الأجنبي عبد العزيز الداي وأبقى على بكري كوليبالي بخط الدفاع، وأضاف لهم داوود الديامي المميز جدا كان مع فريق البقاع. هذا الأمر بيدل على شو؟ بيدل على إنه شباب الساحل فريق أفضل من الموسم الماضي. الموسم الماضي مطرح ما خسر أمام الأنصار 0-4 بذهاب الدوري و2-3 بإياب الدوري، لكن اليوم وبحسب التوقعات الساحل ما راح يكون خصم سهل أمام الزعيم الأخضر الساعي بالتأكيد للقب الساحل، لإعطاء ثقة أكبر لجمهوره الأنصار يلي فارس قدم كل شيء بالموسم الماضي على صعيد الفوتبول، إلا أنه بقى بينقص فقط رفع أحدى الكأسين إن كان الدوري أو كأس لبنان. يعني بتاريخ المواجهات الساحل ما ربح إلا مرة واحدة بس على فريق الأنصار رسمياً، فوز وحيد كان بالدوري بعام 2012 وقت ربح الساحل 3-2، غير هيك الأنصار ربحان 24 مرة وتعادل 14 مرة ب 39 مواجهة. كرة البداية مع فريق الشباب الساحل اللي اليوم عم يلبس القمصان البيض والشورت الأبيض اللون المعتاد لفريق الأنصار. الأنصار حكينا عن التشكيلة الأساسية على مقاعد الاحتياط: نزيه أسعد، مهدي مزنر، أنس أبو صالح، يوسف عنبر، عبد الله طالب، حسن حمود، عدنان حيدر، موسى الطويل، ومحمود الكجوك بغيب عنه اليوم الشبريكو لأنه معه بطاقتين صفر، وسوني سعد بداعي الإصابة، ونصار نصار يلي عم يرجع للتمارين، بالإضافة كمان أنه بالأيام المقبلة رح يوقعوا مع ألفريد وجريديني وأياد حمود، يعني أسماء بتخوف عند نزار محروس الموسم المطالب بإحراز لقب مهم كان الدوري أو الكأس. وحظوظ الأنصار منا بعيدة أبداً مع هالتشكيلة القوية، صاحب أفضل هجوم الموسم الماضي 53 هدف الأنصار سجل وتلقى مرمي 18 هدف. كمان فريق العهد بيبقى الفريق البطل، ودايماً يلي بده ينعمله الحساب الأول والنجمة مع جمهوره بيبقى الرقم الصعب بالرغم من الظروف يلي عم بمر فيها فريق النجمة. آخر الأخبار وصول في الشمسين ومفاوضات عم بتكون مع إدموج حادي لينضموا للفريق، والنجمة بيبقى دايماً الرقم واحد بالملاعب اللبنانية. بداية المباراة في إصابة لزهير عبد الله، زهير عبد الله مصاب، لاعب الخبرة زهير عبد الله يمكن من أكبر اللاعبين هو وعباس عطوي سناً يلي موجودين بالملعب، علي رضا أطول الحكام العاملين بالجهاز التحكيم اللبناني عم بقود المباراة، بعاونه علي المقداد وسليم سراج والحكم الرابع ماهر العلي. زهير عبد الله بيلعب بخبرته، لاعب ذكي كتير، كرة أمامية من اللواتي بتوصل للحج مالك، الحج مالك معقول كتير، معقول كتير الحج مالك يهز الشباك ببداية مباراة. الحج مالك عم بيتحسر على هالكرة الضائعة، بداية مباراة بعد تمريرة من اللواتي بتوصل لعند الحج مالك، والحج مالك دغري فرست تايم ما بيصيب المرمى. لو صاب المرمى كان علي ظاهر اكتفى انه يتفرج على هالكرة. فرصة خطرة كتير لفريق الأنصار، بحال انتهاء المباراة بالتعادل ما رح يكون في تمديد للوقت. ركلات الترجيح مباشرة بتحدد مين رح يحرز كأس النخبة، علما انه شباب الساحل عنده لقب وحيد وهو كأس لبنان بموسم 99-2. اليوم شباب الساحل رح يلعب بخطة نوعا ما أكثر دفاعية منه هجومية، لأنه ما بيقدر يفتح قدام فريق الأنصار يلي عنده أكثر من لاعب يقدر يهز الشباك. هون الخطأ واضح كان من محمد حمود على البيطار. فريق شباب الساحل فريق كتير مهم، فريق عنيد، فريق صعب تقدر تربح عليه. عبد العزيز الداي يلي راجع وعم بيقدم مستوى ممتاز بكأس النخبة، خطأ واضح واضح من عبد العزيز الداي كان لصالح مويزيس لوكاس اللاعب البرازيلي يلي بعد ما تأكد إذا رح يبقى كأجنبي تالت أو لا، علما إنه فيه أكثر من لاعب عم يتجرب بيناتهم لاعب من أصل فرنسي من غوادالوب طمي عم يتمرن مع فريق الأنصار، وما حدا يستبعد عودة أبو بكر كمارا
كل الامور بتبقى ورده والقرار بالنهايه عند نزار محروس المدير الفني الجديد لفريق الانصار. حسن معتوق كمان عم بيقدم كاس سخبه مثاليه، وحسن معتوق فات باجواء الانصار على السريع. حسن معتوق بيبقى اللاعب الابرز بلبنان، كرة بتنقطع مع فريق شباب الساحل، هجمة مرتدة، هجمة مرتدة لفريق شباب الساحل، معقول كتير فريق شباب الساحل يستغل هالكرة. عبد العزيز نداي ما رح يقدر يستفيد منه، لعب سريع من الفريقين وبالنهاية الكرة لخارج الملعب. شو رح يحتسب علي رضا؟ الأنصار عم بيطالب بخطأ، علي رضا بيقول ما في شيء، في رمي التماس، الأوت على حسن بيطار. هون التدافع يلي صار والحكم بيقول كتف قانوني من عبد العزيز نداي. اذا بدايه المباراه سريعه بين الفريقين والامور بتبقى بارض الملعب شربيل. الانصار طبيعي على الورق عنده الافضليه بتبقى نوعا ما، بس الساحل اللي عم نقوله دايما هو الحصان الاسود بيبقى بكل البطولات يلي بيخوضها كان على مستوى الدوري او الكاس. هذا الامر يلي بننتظره من شباب الساحل بالموسم الجديد فارس، لكن الكل بينتظر هدف اول بهالمباراه مع الكره الاماميه. حسن مغنيه عم يخرج الالتقاط، حسن مغنيه اللي عاد لياكد انه هو الرقم واحد بصفوف الانصار. اجى حراس كتار وراح حراس كتار، لكن المغنيه كان هو فعلا عم يحمي عريض الانصار بالموسم الماضي، وعلى ما يبدو رح يكونوا بالحسابات الاساسيه للأنصار بهالموسم على مقعد البدلاء. طبعا نزيه أسعد موجود، الحارس القادم من طرابلس يلي تألق بالموسم الماضي مع الفريق الشمالي. رح تكون المنافسة عالية بين هالحارسين، كان مفترض أيضا يكون الحارس اللبناني المكسيكي نمر لحود مع الأنصار، لكن بنهاية الأمر وقع مع شباب البرج القادم الجديد الى دوري الاضواء. بالوقت يلي زهير عبد الله عم يحاول يعكس الكره العرضيه الى ركله ركنيه. وبالحديث عن القادمين الى دوري الاضواء، البرج الف مبروك امبارح الفوز بكاس التحدي عن جداره واستحقاق، كيف لا، والبرج ما دخل مرمي اي هدف، ما اهتزت شباكه بقياده المدرب محمد الدقه، كان عم يقدم اداء ممتاز بكاس التحدي. والكل بانتظار البرج ليكون فريق عنيد بالموسم الجديد. عباس عطوي عم يستعيد القميص الرقم 10 مثل ما عودنا بالرقم 14 لعب بالموسم الماضي، لكن مع خروج محمد سالم من القميص رقم 10 عم يروح لعباس عطوي اللي عم يلعب الكورنر الرأسيه. موزس عم يبعدها، بتروح للانصار مع الهجمه المرتده، المرتدات بتكون خطيره بالنسبه للفريق الاخضر مع حسام اللواتي عم يتقدم. اللواتي بغير اتجاه اللعب على الجهه اليمنى، بتبقى انصاريه، فرصه خطيره لحاج مالك، الحاج مالك متسلل. هيدي نقطة مهمة بدنا نشدد عليها، مع الأنصار يعتبر انتحار في حال قررت تفتح الملعب. هيدا الأمر بيعرفه الحاج محمود حمود، بيعرفوه كتير منيح لاعبي شباب الساحل. بسكير الملعب، عدم المخاطرة، عدم المغامرة. بالوقت هم في تسلل على ما يبدو بالحالة، عبد العزيز نداي حاول يمر لكن البيطار كان بالمرصاد. الأنصار مجددا عم يقطع الكرة. أيضا من النقاط الفنية المهمة اللي بالتأكيد شباب الساحل فكر فيها هي عدم السماح للأنصار بالاستحواذ، لأنه الأنصار في حال استحوذ رح يقدر يشكل الخطورة، رح يقدر يبني الهجمات، رح يقدر يكون قريب من مرمى شباب الساحل. كيف لا وعنده هالمجموعة من اللاعبين المهاريين، طبعا اليوم بيفتقد لسوني سعد المصاب بتمزق خفيف، رح يبعده لحوالي الأسبوع عن الملاعب. تحتفظ بالكرة، تركض لعيبة الأنصار خلف الكرة، هيدا بالتأكيد الكلام قال لهم الحاج محمود حمود للاعبي الساحل. بطبيعة الحال يعني منن من نوعية اللاعبين يلي بحبوا يركضوا خلف الكرة لاعبي الأنصار، تحديدا لاعبين مثل حسن معتوق، مثل موني، مثل أونيكا، ومثل الحاج مالك. وبالتالي تدوير الكرة، محاولة تكسير الهجمات الأنصارية عند خط الدفاع الأول، خليني نسميه مطرح ما موجود عباس عطوة، عباس قاصي هو أمر أساسي. بالوقت يلي زهير عبدالله بيحاول يعكس العرضية لكن من دون تركيز عم يقطعها جهاد أيوب، بتروح لعند الحاج مالك مجددا، الارتداد مجددا، الملعب مفتوح. بدهم ينتبهوا كتير منيح من هالأمر شباب الساحل. شباب الساحل فعلا عم يلعب بشجاعة، لكن أيضا ممكن تكون هالشجاعة سيف ذو حدين، إذا ما سجل ممكن يتلقى هدف على الكرة الأمامية. اعتماد على الكرات الطويلة بظهر الدفاع بحثا عن السنغالي عبد العزيز ندياي،
حسن بيطار الكرة بالخلف الأنصار الأكثر استحواذا الأفضل انتشارا ببداية اللقاء. الساحل ما عم يطول ليخسر الكرة لأنه عم يستعجل ببداية هالمباراة بلعب الكرات الأمامية بلعب الكرات العرضية غير المركزة اللي عم تكون سهلة بالنسبة لمدافعي الأنصار. حسن بيطار بيلعب الكرة للأمام أيضا موني بحاول يستلم موني موجود على الجهة اليمنى بالوقت يلي معتوق موجود على الجهة اليسرى ممكن تبادل المراكز بين هاللاعبين رائعة جدا من موني للوات يلي بحاول يوصل حاج مالك المعتوق بالانتظار حاج مالك بحاول يمر في سقوط وفي مطالبة بخطأ لكن قبل كان في راية وفي تسلل حاج حمود منه راضي أبدا مساعده محمود علامي أيضا عم يعطي التعليمات للاعبين هون حالة التسلل علي اللي احتسبت على الحاج مالك يعني يا ريت نشوفها مرة جديدة بالإعادة عندي شك كبير حول هالحالة وكأنه بدأ الحاج مالك من هالكاميرا على خط التسلل. على كل حال مرت الكرة وخلصت بتروح لعند حسن مغنية موزس بيسلم جهاد أيوب على ما يبدو جهاد أيوب أيضا كسب ثقة نزار محروس بشكل سريع عم نشوفه بكل المباريات عم يشارك بشكل أساسي موزس لوكاس كرة بوسط الملعب مرة جديدة المرة مع المعتوق عم يحاول يروح ليستلم وياخذ المبادرات بالوقت يلي كالفن دو هو عم يعمل زيادة العددية وعم يحاول يعمل أوفرلاب والكرة العرضية لكن إلى خارج أرض الملعب إلى ركلة ركنية أنصارية بهالأثناء خطير الأنصار بكل كرة عم نشعر بالخطورة الأنصارية هذه هي حالة التسلل فعلا دقيقة فعلا دقيقة من هالكاميرا بصراحة ما كان في تسلل هيدا الأمر يلي على ما يبدو موجود بهاللقطة أقله يعني بقدر أحكم عليها وأقول إنه ما في تسلل تقدير الحكم كان تسلل. على كل حال مرت 11 دقيقة أيضا مرت على بداية اللقاء وفي كورنر للأنصار خلف حسام اللواتي للكرة رح يلعبها إلى داخل منطقة جزاء بالتأكيد على العارضة البعيدة توصل لعند كالفن داو ممكن يسدد بالفعل بيسدد مرة أولى لكن زهير عبد الله الفدائي هو اللي كان عم يتصدى للكرة ومجددا الساحل عم يحاول يخرج من ضغط الأنصار من خلال الكرات الطويلة الأمامية كرة جميلة جدا على الجهة اليمنى الخطورة الساحلية حاليا والتقدم لشباب الساحل بحسن كوراني بحاول يمر بيلعب العرضية العرضية والخطورة الساحلية مباراة فعلا جميلة فارس عم نشوف يعني هجمة بهجمة الأنصار دق الباب والساحل كان عم يحاول يجاوب مع الكرة الأمامية أيضا في تسلل في تسلل هالمرة الأمور واضحة التسلل كان موجود على حسن معتوق والأمر الجميل هو المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات يعني الخطة اللي عم يطبقها فريق شباب الساحل الخطة الدفاعية مصد التسلل هي سيفز وحدين معقول كتير ما تتطبق مثل ما لازم ويكون قريب كتير الحاج مالك لينفريد بده ينتبهوا كتير منيح دفاع الساحل كرة هم مع موني موني بيتقدم بيدخل منطقة جزاء فرصة لفريق الأنصار وركلة ركلية جديدة الأنصار عم بيشدد من ضغطه أكثر وأكثر على مرمى فريق شباب الساحل الحاج حمود يلي عم بيوجه لاعبينه نزار محروس أيضا عم بيوجه لاعبينه والمطلوب إنه يقدروا يستوعبوا والأمور يلي عم بتكون من ناحية فريق الأنصار بده ينتبه لدفاع فريق شباب الساحل علي ظاهر واحد من أبرز حراس المرمى بلبنان هلأ وبعدين المستقبل كله قدامه كرة أمامية مع المعتوق بيلعبها لموني موني داخل منطقة جزاء الحج مالك ما رح توصل للحج مالك عبد العزيز نداي ارتد وكرة رأسية قريب كتير قريب كتير هيدا يلي عم بيقولوا بدو ينتبهوا كتير منيح وقت بدو يطبقوا مسجد التسلل وقت بدو يطلع آخر مدافع ممنوع الحج مالك يبقى لحاله بهيك نوع من الكرات الحكم بيقول ما في شيء ابدا وكرة رأسية كانت من الحج مالك بعد تمريرة من عباس عطوي اونيكا الى جانب مرمى علي ظاهر فريق شباب الساحل منه بالخصم السهل ابدا وقت بدك تربح على الساحل بدك تكون بافضل ايامك إدارة واعية وعارفين كيف بيشتغلوا وعارفين شو بدون الأنصار يعني أكثر من كلمة شكر من جمهور الأنصار لرئيس سيد الأنصار على التعاقدات يلي عملها هالموسم على المطالبة بإحراز لقب الدوري
يلي الأنصار أحرز لقبه 13 مرة، كأس لبنان 14 مرة، السوبر 5 مرات، والنخبة مرتين، يعني 34 لقب رسمي لنادي الأنصار لهلا. حسن مغني ونزيه أسعد حراسة مرمى الأنصار بأمان هالموسم. المغني يلعب الكرة بالقانون الجديد، بيقدر المدافع يستلمها من دون ما تظهر الكرة خارج منطقة الجزاء. حسن بيطار من أبرز لاعبي الدفاع بلبنان، بمرر للواتي اللي جدد عقده الأنصار معه، اللاعب التونسي الممتاز اللواتي. جمهور عم بيتابع بالمدرجات باللون الأخضر، اللون يلي بيتميز فيه فريق الأنصار، الزعيم الأخضر. رمي تماس مع زهير عبد الله، زهير عبد الله على التنفيذ. زهير بده يلعب الكرة أمامية، عبد العزيز انداي بلم الكرة، تنقطع سريعة، ممنوع تمرق مويزس لوكاس، وفي خطأ، خطأ واضح، خطأ واضح لصالح اللاعب البرازيلي اللي عم نشوفه قدامنا. قدر يحمي الكرة مثل ما لازم وتعرض للخطأ. الخطأ كان من داوودا جامي، إذا كنا عم نقول توماس من غوادولوب يلي عم بيتابع المباراة وحظوظه كمان مرتفعة لينضم للفريق. بيبقى الأجنبي الثالث الخيار الأخير عند نزار محروس، عبد العزيز انداعي بمرر الكرة لعند حسين حيدر. الأمور خطرة كتير من ناحية فريق شباب الساحل بالهجمات المرتدة. عبد العزيز انداي لاعب طويل ولاعب سريع، يعني فشخته كبيرة وطول القامي بيساعده بالكرات الرأسية. اللواتي من تونس، تونس وفي خطأ بمنتصف الملعب. اللواتي على أرض الملعب من بعد ما تعرض لها الإصابة، والحكم علي رضا. هذا جانب من جمهور الأنصار واليافطات اللي رفع جمهور الأنصار بهالمباراة. ما بحب أبداً أي فريق من الفريقين يوصل لركلات الترجيح، إذا لابد منه بدون يمشوا الحال، وإلا لأنه ركلات ترجيح هي ركلات حظ. كرة أمامية داخل منطقة جزاء بيبعدها بالوقت المناسب. علي عبود لخارج الملعب، رمي تماس جديدة لفريق الأنصار. جمهور الأنصار يلي ما عم بيسكت أبداً من بداية المباراة، عم بيشجع فريقه، عم بيأزر فريقه. موني برجع الكرة للخلف، ما زالت مع المعتوق، المعتوق 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 المعتوق، بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء وبيبعدها زهير عبد الله قبل ما يخطف الحج مالك. يعني الأمور واضحة، الساحل عم بيدافع أكثر. شوفوا الحج مالك كيف بينطلق، وزهير عبد الله باللحظات الأخيرة بيبعد الكرة الرأسية لخارج الملعب. لواتي عم بغير كرة، أوقات اللاعب يتفائل بكرة معينة وهيدا يلي بصير. لواتي على التنفيذ، الركلة الركنية لصالح فريق الأنصار، بيلعب الكرة أمامية داخل منطقة الجزاء بيبعتها علي ظاهر، وعباس عبد العريكة بيسدد، جول 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 جول. العريكة عم بيحرك الدنيا، عم بيحرك بيروت، عم بهز المدرجات مع الهدف. لقت الكرة، هدى الكرة وسدد من خارج منطقة الجزاء. الله شو حلو الجول يا عباس عطو يا عونيكا، هزت الشباك وخلت الأنصار يتقدم 1-0 بهالهدف الرائع، الهدف الممتاز يلي رح يعطي دفعة معنوية كتير كبيرة للفريق. وجمهور الأنصار يلي عم بيحتفل أكثر وأكثر. علي ظاهر بيبعد الكرة لحاله لونيكا، 1-2 إلى يمين المرمى، والهدف الأول عم بينهز الشباك. يعني شربي اللي عم نقوله من بداية المباراة بده ينتبه كتير منيح دفاع فريق شباب الساحل، لأنه مش بس الأنصار هو الحج مالك، الأنصار هو 10 لاعبين بيقدروا كيف ما سددوا
يخلقوا الخطورة على مرمى الساحل. يعني هدف سينيه عباس عطفي هونيك على طريقته الخاصة، الكنترول والتسديد باخذ الجميع بالزاوية تماما، ما كان عنده أي حل علي ظاهر أو بكري كوليبالي للتصدي للكرة، لأنه عباس عطوي أصابهم بمقتل الرقم 10، 10 على 10 بالكنترول وبهالتسديدة. نخبة النجوم مع الأنصار، هل رح يحملوا النخبة هذا الأمر يلي سألوا الجميع قبل بداية المباراة؟ والأمور شكلها سالكة بالنسبة للأنصار، هجوم من نار وعم يصفر عن هدف أول إذا بداية 16 بالوقت يلي سهل، عم يحاول يرد بشكل سريع عباس عطوي، أيضا تبادل جميل لهالكرة وعباس عطوي عم يسدد. يا الله شو حلو كتير من شباب الساحل، ما خلصت أبدا بداية أبدا تزيد التسديدة ومغنية بهالمباراة النارية. يا سلام شو عم يقدم لنا الساحل والأنصار بهالمباراة، فعلا نهائي نخبة اسم على مسمى الفريقين، هن كانوا فعلا النخبة بهالمسابقة كانوا الأفضل، وهن اليوم عم يقدموا أداء كبير. هيدا هو بكاريك كوليبالي اللي كان حاضر بحالة الهدف الأول، وهو يلي عم يتلقى الانذار الاول بالاعاده مره جديده. التسديده من حسين حيدر، من حسين حيدر اذا ماني غلطان، هو يلي سدد الكره وارتدت من القائم الايسر لمرميلة حسب النيه اللي عاد وعمل هالانجاز الكبير. رح نشوفها مره جديده بالاعاده، رائعه جدا فعلا هالكره، رائعه جدا فعلا هالكره. حسن كوراني، حسن كوراني هو يلي لعبها، رائعة جدا. والتسديد الثاني كانت من عباس عاصية اللي تصدى لها مغني بوقت يلي الأنصار بمحاولة جديدة. 20 دقيقة مباراة متعة، فريقين عم يقدموا أداء هجومي عالي جدا. النتيجة 1-0 إذا للأنصار، وهيدا بكاري كوليبالي اللي كانت لقى الإنذار، والكرة حاليا على الجهة اليسرى مع الكوراني، هو يلي نقل على الجهة اليسرى كوراني، هو يلي كان خلف التسديد يلي ارتدت من القائم الأيسر مثل ما ذكرت. الجميل بفريق شباب الساحل هو المرونة يلي عم تكون موجودة على صعيد المراكز، خليني أقول 4-2-3-1 على صعيد الثلاث لاعبين الموجودين خلف عبد العزيز ندياي، يلي داوود ديمان بيقدر يكون على الطرف، بيقدر يكون خلف المهاجم حسين حيدر، وكوراني بينطبق عليهم نفس الوصف حاليا، ركلة مرمى عند حسن مغنية. بيلعب الكرة إلى ملعب شباب الساحل، كانت مقطوعة من بكاريك كوليبالي ما قدر يصلها داوود ديمي، رمي التماس أنصارية، هيدا نزار محروس مدرب الأنصار يلي طبعا عنده مهمة منا سهلة أبدا، بس يكون عندك فريق فيه العدد الكبير من النجوم بتكون ضغوط كتير كبيرة عليك، بتكون مطالب من دون شك بالفوز بكل الألقاب، مش بس لقب الدوري. خطأ هون جديد لمصلحة الأنصار، غياب حسن شعيط موني سمح لكالفن ضو يكون اليوم ضمن التشكيلة الأساسية، اللاعب القادم من اللقاء بالوقت لحسام اللواتي موجود على أرض الملعب مصاب، علي رضا بيطلب الأنصار تنفيذ الركلة الحرة هيدي بالإعادة. هون خطأ يلي ارتكبه بكاريك كوليبالي على مواطنه الحاج مالك، يعني السيطرة سنغالية والسيطرة أفريقية على أرض الملعب فقط بين الأجانب الستة الموجودين على أرض الملعب، لوكاس موزس هو برازيلي ضمن صفوف الأنصار، اللواتي من تونس، الحاج مالك من السنغال، وطبعا ثلاثي الساحل كوليبالي ديمي وعبد العزيز نداي من السنغال. بالنسبة للأنصار يلي كان عم يجرب أيضا مدافع برازيلي آخر شفناه بالمباراة أمام النجمة جواو باولو، قلب دفاع لعب إلى جانب موزس، لكن بالايام الاخيره كان موجود بتمارين فريق الصفا، صرف الانصار النظر عن التعاقد معه، وعلى ما يبدو لوكاس موزس هو رح يوقع الخيار عليه. هيدا اول هدف بهز شباب شباك شباب الساحل بكاس النخبه. الساحل مثل ما ذكرت فاز على العهد 3-0 وعلى الغزيه 1-0
بالدور الأول، ومن بعدها بالدور نصف النهائي فاز على الإخاء الأهلي عليه 2-0. المقابل الأنصار اهتزت شباكه مرة واحدة بهدف إيساكا المهاجم الغاني بصفوف النجمة عندما فاز الأنصار بدوري النخبة 3-1. انتصارات لافتة الأنصار وخصوصا بنصف النهائي، فوزه 5-0 على الغزية بهدفي معتوق والغائب عن مباراة اليوم سوني سعد وموزيس لوكاس. يعني الخيارات كثيرة رح تكون أمام نزار محروس، وعند ماما أيضا إياد حمود رح تكبر أكثر وأكثر. يعني مفروض الأنصار بالموسم المقبل يكون مخيف هجوميا أكثر من الموسم الماضي عندما كان صاحب أفضل خط هجوم. الكرة حاليا بوسط الملعب مع شباب الساحل، عباس عاصي بيلعب الكرة لعند عباس عطوي، بيحاول يحركها لعند ديمالك، يشوفوا الارتداد ويشوفوا العودة الممتازة اللي كانت لحسام اللواتي، جوكر حسام اللواتي. بدأ الموسم الماضي كجناح أيمن، بعدين شفناه كصانع ألعاب، وهلأ بغياب عدنان حايدر الموجود على مقاعد البدلاء طبعا لالتحاقه بشكل متأخر بالفريق وعدم جهوزيته البدنية، اللواتي عم يكون بمركز وسط مدافع إلى جانب جهاد أيوب، ويتركوا لأونيكا مهمة صناعة الألعاب، ولا موني ومعتوق يستعرضوا مهاراتهم على طرفي الملعب، ولا الحاج مالك مهمة التسجيل. لكن اليوم المسجل الوحيد بالمباراة هو عباس عطوني قبل الوقت يلي معتوق عم يتحرك حاليا بالكرة، حسام معتوق بيلعبها جميل جدا، بتروح لعند مين؟ بتروح لعند حسام اللواتي، بيحاول هيدا موني بيحاول يمر وعم يحصل على خطأ من مكان مناسب جدا، حسن شعيتو موني لمحاولة الأنصار إضافة هدف ثاني بالمباراة. شوفوا موني مر على الأول مر عن الثاني، لكن الخطأ كان موجود. كوليبالي بده ينتبه كثير منيح، معه إنذار وبالتالي خطأ ثاني من هالنوع، باي باي. البطاقة الحمراء رح تكون بانتظاره. علي رضا كان قريب من الحالة، الإنذار الشفهي لبكرين كوليبالي، وجمهور الأنصار عم بيضوي وعم بيشعشع وعم بينور مدرجات ملعب مدينة كمال شمعون الرياضية بأعداده الكبيرة الموجودة اليوم. بالتأكيد بس يشوف هيك تشكيلة وهيك فريق رح تكون ثقته كتير كبيرة، ويحضر ليشجع فريق. وحسن معتوق رح يكون خلف الركلة الحرة، هداف كأس النخبة بثلاث أهداف، سجل هدفين بمرمى الغزية وسجل أيضا بمرمى فريقه السابق النجمي، عنده ثلاث أهداف. سوني سعد عنده هدفين، يعني أبرز هدفين إن من الأنصار، لكن الأكيد أنه معتوق رح يحسب لقب الهدافين بهالمسابقة بحكم وجود سوني على المدرجات بسبب الإصابة. معتوق واللواتي مين رح ينفذ الركلة الحرة؟ حسن معتوق خلف الكرة بانتظار إشارة الحكم، وأيضا حائط الصد موجود بالمكان الصحيح. علي رضا بيعطي الإذن لحسن معتوق لتنفيذ الركلة الحرة. المعتوق عم يتقدم عم يلعب الكرة إلى جانب مرمى علي ظاهر، مجددا الأنصار عم يهدد مرمى شباب الساحل فارس، وفي حال استمرت الأمور على هالحال رح تكون صعبة على الساحل بالشوط الثاني إذا الأنصار خصوصا سجل هدف ثاني بالشوط الأول. الأنصار بعد 28 دقيقة بيتقدم بنتيجة 1-0 على فريق شباب الساحل بالمباراة اللي عم تابعها مباشرة عبر شاشة الام تي في من مدينة كمال شمعون الرياضية ببيروت. زهير عبد الله عم بيرجع الكرة لكوليبالي، كوليبالي لزهير عبد الله، زهير والضغط الكبير اللي عم بيكون البريسنج من لاعبي فريق الأنصار، والخطأ هون من اللواتي على زهير عبد الله. الكرة بتتحرك بسرعة أمامية، ما عم بيقدر فريق شباب الساحل يوصل بسهولة لمرمى فريق الأنصار بالرغم من الفرصة الخطيرة جدا جدا يلي كانت قريبة كتير إنه شباب الساحل يعدل النتيجة 1-1. الحظ وقف إلى جانب مرمى حسن مغنية. الملفت بجمهور اليوم تواجد الجنس اللطيف والأطفال بأعداد كتير كبيرة، كرة أمامية ما رح توصل أبدا لداوودة، بتنقطع سريعة من فريق الأنصار مع الهجمات المرتدة الخطرة السريعة يلي بيقدر يوصل بلحظة مع اللواتي مع موني مع حسن معتوق يلي بمرر هالكرة، وبتنقطع من دفاع فريق شباب الساحل، ما قدر يعمل كنترول مثل ما لازم الحاج مالك، ترجع تنطلق مع هجمة جديدة لفريق شباب الساحل. رائعة هالكرة،
حسين حيدر. حسين حيدر يلي كان مع فريق شباب الساحل الموسم الماضي، انذار وبطاقة صفراء للواتي، سريعة كتير، هجمة خطرة لفريق شباب الساحل، بس موجود البطار ليبعدها لخارج الملعب، وعلى السريع ما بضيع وقت الكوتش حمود ليعطي الكرة للاعبينه، بده التعادل، بيعرف انه النتيجة مش لصالحه أبدا. حيدر على الجهة اليمنى بيتعرض للخطأ، الحكم بيتابع أدفانتج والحكم بيرفع رايته ليعلن عن الخطأ، الحكم المساعد علي المقداد لأنه ما استفاد منه فريق شباب الساحل. حسام اللواتي معه انذار، كوليبالي معه انذار، الأنصار معه هدف. هذا الخطأ يلي صار تحت أنظار الحكم علي رضا يلي ما راح يتأخر أبدا ليعطي حسام اللواتي البطاقة الصفراء الأولى من ناحية فريق الأنصار. مغلية عم بيوجه لاعبينه، الكرة راح تكون لداخل منطقة جزاء فريق الأنصار، كل لاعبي فريق الأنصار باستثناء حسن معتوق والحج مالك بيرتد كمان دايما بالكرات لمساندة الفريق فريق شباب الساحل. خطرة الكرة داخل منطقة الجزاء، في تسلل في تسلل في تسلل، علي المقداد بيرفع رايته ليعلن عن حالة التسلل، ما رح تمرق، كوليبالي كان بالخط الأمامي. ياريت فينا نرجع نشوفك كمان مرة جورج من نفس الزاوية، هيدي الكرة يلي لحسن حظ الأنصار كوليبالي كان متسلل وما قدر يستفيد منه. الكرة هون حسب رأيي الشخصي ما في تسلل كان أبدا، بس بالنهاية القرار للحكم المساعد كان على الخط تماما لحظة انطلاق الكرة كوليبالي. زهير عبد الله، زهير بيلعب الكرة أمامية تنقطع سريعة، ممنوع حدا يقرب، موزيس لوكاس عم بيقوم بواجبه الدفاعي على أكمل وجه اليوم. الساحل اللي بعده عم بيعتمد على الكرات الطويلة الكرات العالية يلي ما عم بيلاقي صعوبة أبدا دفاع فريق الأنصار ليبعدها. عباس عطوي أونيكا بيحصل على رمي التماس وبيطلب من اللاعبين أنه يروقوا اللعب شوي، هالفورة الساحلية بعد هالهدف لازم تروق. زهير عبد الله بيبعد الكرة لخارج الملعب، نزار محروس، جمهور فريق شباب الساحل بأعداد لا بأس بها كمان عم يتابع المباراة، يعني كان في شغل من رابطة جمهور شباب الساحل فارس قبل المباراة يعني بالأيام الماضية لاستقطاب عدد كبير من الجمهور وعدد لافت فعلا لشباب الساحل، صلنا زمان ما شفنا جمهور الساحل بهالأعداد بالمباريات. حتى يلي عرفناه انه اليوم بعد الظهر حوالي الساعة 3:30 كانت رابطة شباب الساحل موجودة بالملعب لتعلق اليافطات استعدادا للمباراة قبل 6 ساعات من انطلاق المباراة، فتحية اكيد لرابطة جماهير الناديين. الحكم بيحتسب خطأ ويمكن يكون في انذار، خلينا نشوف شو رح يعمل علي رضا. علي رضا بيحتسب الخطأ، فاول لصالح كالفن داو. حسين حيدر بيقول له ما دقرته ابدا، لحاله وقع هيك حسين حيدر. رامي التماس نرجع منشوفها بالإعادة، هذا الخطأ يلي صار كان ركلة حرة لفريق الأنصار يلي عم يبحث عن هدفه الثاني، كرة رح تتنفذ بس ما رح يقدر يستفيد منها لواتي. لواتي بده ينتبه، معه بطاقة صفرة، كوليبالي معه بطاقة صفرة، واللواتي بحط الكرة خارج الملعب. يرجع بيقوم حسين حيدر من بعد ما تلقى الضربة، رح يرجع يقوم ويتابع المباراة، يعني إصابته منا قوية أبدا. مباراة صعبة شربي صعبة، ما حدا بيعرف، الأنصار بدوا الهدف الثاني ليريح حاله نوعا ما، والساحل بيقدر بأي لحظة يضرب ضربة قوية ويقدر يسجل هدف بمرمى فريق الأنصار، ما في شي بعيد.
طبعا شباب الساحل ظهر بالشوط الاول منه خصم سهل ابدا، العديد من الهجمات الخطره ايضا، يعني اذا بتلاحظوا كتار هن محاولات الساحلية قدروا من خلالها يوصلوا الى منطقه جزاء الانصار، بعض الاحيان ما كان في خطوره، لكن هيدا مؤشر جيد بالنسبه لشباب الساحل اليوم. عندما ناخذ المعطيات بالمباراه ما فينا الا نقول انه الساحل ممكن يصنع الخطوره باي لحظه على الانصار، لانه عم يقدر يوصل. يمكن عم بيشوف شباب الساحل انه الخط الوحيد المنو واضح عند الانصاريين هو خط الدفاع، يعني اليوم الاعتماد على لوكاس موزس وكالفن داو لاعبين جديدين بصفوف فريق الانصار، اضافه لحسين عواضي اللي تعودنا نشوفه كلاعب جناح عم بيكون موجود بمركز الظهير الايمن بفعل غياب نصار نصار، هيدا امر لافت جدا، وبالتالي خط الدفاع هو الاكثر ممكن يكون ضعفا عند الانصار، وهيدا بيطار عم ياخذ الانذار، امر طبيعي ما تكون الكيميائيه موجوده بين اللاعبين بحكم انه حسن بيطار هو الوحيد يلي كان اساسي بالموسم الماضي بين اللاعبين الاربعه عم نشوفهم بخط الظهر، اما بي اللاعبين او خلينا نحكي عن الخطين المتبقيين، انا حسن معتوق دخل بشكل سريع بالمنظومه الانصاريه والدليل تسجيله 3 اهداف وهو افضل هدفي الانصار بهالمسابقه، وتفاهم الكبير مع موني واونيكا واللواتي والحجمة، كرمال هيك عم بتحدث عن احتمال يكون نقطه ضعف للانصار هو خط الدفاع. لحد الوقت الانصار سليم وسالم وشباكه ما اهتزت، شباك حسن مغنيه اللي عم يحاول حاليا يوجه زملائه للوقوف بحائط الصد بالشكل المناسب بانتظار الركله الحره الساحليه. داوود دياميه وخلف الكره بيلعبها لداخل منطقه الجزاء بعيده عن بكاري كوليبالي المدافع الهداف خلينا نسميه، ايضا عنده هدف بكاري كوليبالي كان بمرر شباب الغزيه بالمباراه اللي فاز فيها 1-0. لاسناد الانصار نبيل بدر، ايضا ليفيو تشوبوتاريو مدرب المنتخب، استاذ ريمون سمعان نائب رئيس الاتحاد اللبناني، استاذ مازن قبيسي رئيس لجنه المنتخبات، نائب فادي علامه، الاستاذ زايد خيامي مدير عام وزاره الشباب والرياضه، والكثير من الوجوه الرسميه. انا ما بدي يكون نسيت حدا، قلت رئيس الانصار نبيل بدر طبعا موجود ايضا، ما بدي يكون نسيت حدا بالمنصه الرسميه، يعني حضور كبير وترقب كبير لهالمباراه اللي بالتاكيد كل اللي عم يتابعوها عبر شاشه ام تي في ايضا عم يستمتعوا فيها. التحية متجددة وموسم جديد نحن وياكم رح نتنافق فيه سوا بنقل حصري ومباشر لمباريات دوري ألفا ومباريات كأس لبنان وكل شيء له علاقة بكرة القدم اللبنانية عم يكون عبر شاشة ام تي في. هون الخطأ الموجود كان من محمد حمود على حسين عواضة، محمد حمود لاعب سابق أيضا بنادي الأنصار، خلينا نشوف الحكم شو احتسب بالحالة الأخيرة، إذا احتسب خطأ أو ترك اللاعب يمشي ورمي التماس للأنصار، فعلا رمي التماس لمصلحة الأنصار. كرة من أونيكا بروح رياضية عم يعيدها لعند علي طاهر، يعني على صعيد حراسة المرمى أيضا في طمن شباب الساحل، عنده علي حلال حارس جيد على مقاعد البدلاء، وعلي طاهر يلي أثبت نفسه بشكل كبير كأحد أفضل الحراس بلبنان بالموسم الماضي، والدليل استدعائه الى المنتخب الاول يلي شارك ببطوله غرب اسيا. الخروج من الضغط مع لوكاس موزس، كره الامام حاج مالك عم يستلم الكنترول، حاج مالك بحافظ على كرته بين لاعبين عم يرتكب الخطا، الادفانتج عم يكون لشباب الساحل مع الكره الاماميه ملعوبه من عباس عطوي، كره باتجاهه لداوود دياميه، داوود عم يقاتل على الكره مع حسين عواضه، حسين عواضه عم يخسر كرته خطيره ممكن تكون مع داوود، داوود عم يحاول يخترق لكن عواضه عم يصلح خطأه بشكل سريع، والانطلاقة من جديد اللواتي عم يخطف الكرة، عم يلعبها طويلة باتجاه معتوق، ما شفنا معتوق اليوم، ما شفنا معتوق يعني باستثناء الركلة الحرة اللي سددها، ما شفنا حسب معتوق لحد الوقت مع الأنصار. يعني الأمور ممكن تكون صعبة ببعض المباريات، يعني شفنا الرقابة الدفاعية اللي فرضها شباب الساحل وتحديدا زهير عبد الله على حسب معتوق عم تصعب الامور على قائد ونجم منتخب لبنان. رمي التماس حاليا مع زهير قائد الساحل، كرة للخلف اللعب بيستمر تبقى ساحليه، عباس عطوي مجددا عم يحاولوا يبرموا الكره باكثر
اكثر وقت ممكن لاعبي شباب الساحل ما يسمحوا للانصاريين انه يستلموا، لكن الضغط الانصاري عم يكون كثير كبير بخط الوسط، عم يخلي شباب الساحل يخسر الكره بشكل سريع. الساحل مجددا، علي عبود ايضا مدافع سابق بفريق الانصار، كنترول من زهير عبد الله، ما كان موفق كثير بالكنترول زهير، لكن عاد واستلم الكره عباس عطوي من جديد، هو التوزيع عم يحاول يستفيد من سرعه كوراني على الجهه اليمنى، حسن كوراني بيحاول يلعب العرضيه، العرضيه وكورنر، كورنر لمصلحه شباب الساحل. كوراني عم يطلب من جمهور شباب الساحل تشجيع فريقه، تشجيع اللاعبين، والكورنر حاليا مع حسين حيدر، الاعاده مره جديده. حلوين كرات عباس عطوي، حلوين كرات الرقم 10 على المسطره، بيقدر يلاقي اي حدا النظر الثاقبه. اذا عندنا عباس عطوي بالانصار، عندنا ايضا عباس عطوي بشباب الساحل بنفس المواصفات، يعني هاللاعبين من الافضل، اذا في يقول من افضل اللاعبين يلي مروا على تاريخ كره القدم اللبنانيه بخط الوسط. طبعا الاسامي كتار والمواهب كتار، لكن بالعصر الحديث من دون شك عطوي وعطوي تركوا بصمه كثير كبيره جمهور الانصار بحال الترقب ايضا على الموبايل. اكيد يعني متابعه المباريات، مباريات البطولات الاوروبيه الوطنيه يلي ابرز الليله بدون شك مباراه برشلونه وريال بيتيس ضمن الجوله الثانيه من الدوري الاسباني. بالوقت اللي في كره اماميه، الخطوره، حسن بعتو، شو عملت يا بعتو، شو عملت يا بعتو، كيف فيك تسدد، كيف فيك تمرر بشكل افضل للحاج مالك، فرصه ثمينه لا بل فرصه ذهبيه عم تضيع على الانصار. حسن معتو كان بمواجهه المرمى تماما، كان بمواجهه المرمى تماما، فرصه سهله عم تضيع على الانصار، واللي بيضيع ممكن يتلقى مع الكوراني حاليا. التقدم والمحاولات، عطوي يا سلام بقدمه على اليسرى، الكرة الأمامية أيضا عباس عطوي داخل منطقة الجزاء، كرة عرضية، العرضية والتكتل الدفاعي الأنصاري مع بيطار، عم ينجح الأنصار يخرج من الضغط مرة جديدة وبتبقى أنصارية مع موني، الانطلاقة ثلاث لاعبين من الأنصار مواجهة خمس لاعبين من الساحل، الساحل عم ينجح إنه يستعيد الكرة، ولعت المباراة، شباب الساحل منه راضي أبدا، يخرج من الشوط الأول وهو متأكد بهدف على الكرة الأمامية، ممكن فرصة هدف تعادل، جول، جول، الختيار هو شيخ الشباب، هيدا عباس عطوي عم يرد على عطوي الانصار، هيدا عباس عطوي النجمه يلي ذكرنا بايام اكبر انتصار عند مكان يسجل بمرمى الانصار تحديدا، بالتخصص بالتخصص يا رقم 10، فعلا 10 على 10، اذا كان اونيكا بدأ عباس عطوي عم ينهيها مع الاقتراب من نهايه الشوط الاول. بكرر وبقول الختيار هو شيخ الشباب، هيدي هو نوع اللاعبين يلي ما بيكبروا، لا بل كره القدم اللبنانيه بتكبر فيهم، مثل عباس عطوي اونيكا، مثل عباس عطوي يلي حاليا عم بيسجل هدف جميل جدا. شوفوا الكره الاماميه من داوود ديمي، يا سلام عليك، وعباس عطوي على الطاير عم بيطير بالساحل الى نص الملعب، وعم ياخذ الانصار ليسنتروا بعد هالهدف التعادلي الجميل. قلت لكم شباب الساحل خطير، قلت لكم شباب الساحل ما راح يستسلم، قلت لكم شباب الساحل منه راضي ابدا ينهي الشوط الاول وهو متاخر، شوط ثاني واعد جدا، لبل مباراه رائعه جدا، جمهور الساحل فرح، شباب صبايا كبار صغار شيوخ اجوا ليأزروا الموج الازرق اليوم موجود بمدرجات مدينه كمين شمعون الرياضيه بمواجهه المد الاخضر الانصاري. فعلا فارس مباراه رائعه، وعطوي عم يرد على عطوي، والتعادل 1-1. هيدا اللي كنا عم نقوله، الفرصه يلي ضاعت على فريق الانصار يمكن تكلفهم كثير، والرد من عطوي كان سريع كثير يلي عدل النتيجه 1-1 بكرة كان في سوء تغطية كبيرة من كالفن داو يلي ترك عباس عطوي لحاله وما كان اخده مثل ما لازم. عباس عطوي الخبرة، عباس عطوي قدام المرمى ما راح يغلط ابدا بهيك نوع من الكرات. فاذا عباس عطوي الانصار 1، عباس عطوي الساحل 1، والنتيجة التعادل الايجابي بين الفريقين قبل دقيقتين على نهاية الوقت الاصلي لزمن الشوط الاول. الانصار عنده كثير اشياء نزار محروس ليحكيها للمهاجمين، خاصه من بعد الفرص يلي عم بتضيع، يا ريت فينا نرجع نشوف الفرصه يلي ضاعت على فريق الانصار. هيدي هي الفرصه يلي كلفت كثير كثير، حسن معتوق معه الحاج مالك، حسن معتوق يعني لعب الكره
وعلي ظاهر كان بالمرصاد لابعادها بالوقت المناسب، نزلت الكره تغيرت الكره والساحل عدل وتغيرت النتيجه كلها عن 1-0. التعادل 1-1، رجعوا الفريقين من نقطه الصفر بعد هدف التعادل اللي سجله شباب الساحل. هيدا اللي كنت عم بقوله باول المباراه، ما حدا ابدا يستخف فريق شباب الساحل. وقت بدك تربح على شباب الساحل بدك تكون بافضل ايامك، لانه فريق صعب، مش بس الحصان الاسود، هو الاسود والابيض والاحمر والبتكن يسموه، هيدا هو شباب الساحل. كره اماميه، كره عم يبعدها كان مويزيس لوكاس اللاعب البرازيلي، ما زالت ساحلية الكرة. شوفوا هالتمريرات أبناء الحش حمود يلي أحرزوا المركز الخامس الموسم الماضي بدوري ألفا. هالموسم فايت الفريق بقوة ليقدر يحسن أكثر وأكثر ويسجل نتائج أفضل وأفضل. ماهر العلي الحكم الرابع عم يتقدم ليعلن عن الوقت المحتسب بدل عن ضائع يلي رح يكون دقيقتين قدام الفريقين. يا بتتغير النتيجة يا بتبقى على حالها. هيدا الأمر بيبين معنا خلال هالدقيقتين. كرة لخارج الملعب، رمي التماس رح تكون، ما في شيء أبدا، ما في شيء أبدا، هدف إضاعة الوقت مش أكتر. على أرض الملعب حسن كوراني، حسن كوراني ما في شيء، ما في شيء ابدا. هون الكره كانت خارج الملعب والاحتكاك اللي صار مع موزيس لوكاس. الحكم علي المقداد كان رفع رايته ليعلن عن رمي التماس. اللعب بهالوقت طبيعي بده يقصى من الفريقين تما يتركوا مجال لاي لاعب يقدر يتحرك باخر دقيقه من الدقيقتين اللي احتسبوا الحكم. كرة سهلة رح تكون بين يدين علي ظاهر، أيضا حراسة مرمى شباب الساحل بين علي ظاهر وعلي حليل بأمين. كرة أمامية، عبد العزيز نداي بيتقدم، عبد العزيز نداي وكرة عم يبعدها البطار لخارج الملعب. هيدا اللي عم نقوله عبد العزيز نداي، يعني فشخته طويلة سريع كتير يسبب مشكلة كتير كبيرة للمدافعين. كرة عالية بيتدخل كالفين داو لأبعاد الكرة، حلوة كتير، بيتقدم المعتوق 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 المعتوق، بيتعرض للخطأ المعتوق. آخر هجمة بهالشوط الأول قبل ما يعلن الحكم علي رضا عن نهاية هالشوط بين الفريقين، قبل ما يكون عندنا 45 دقيقة تانيين وحاسمين بالنسبة لكأس النخبة. علي رضا ما رح يتأخر أبدا ليعلن نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين. عباس عطوي أونيكا وعباس عطوي الساحل عم بيسجلوا هدفي الشوط الأول بوقت عجز المعتوق، عجز الحج مالك إنه يسجلوا أهداف بهالشوط. جمهور الأنصار يلي كان عم يحتفل بهدف التقدم رجع دخل مرميهن هدف تحت أنظار رئيس نادي شباب الساحل ورئيس نادي الأنصار وحضور رسمي اليوم لا بأس به عم يتابع المباراة بالمنصة الرئيسية. المدير الفني لمنتخب لبنان أيضا، جمهور الساحل قدامنا. خليكم معنا بريك سريع ومن بعدها نرجع نحن وياكم لنتابع شو عم بصير بهالمباراة وأخبار المباراة وغيرها. لحظات قليلة ومنرجع سوا. عودي معكم مشاهدينا إلى مدينة كميل شمعون الرياضية ما بين شوطي المباراة بين الأنصار وشباب الساحل. هالشوط الأول المثير يلي تابعناه وانتهى بالتعادل 1-1، هدف الأنصار عباس عطوي أونيكا وهدف شباب الساحل أيضا عباس عطوي. مباراة جميلة على الصعيد الهجومي، لكن كثير من الملاحظات الفنية بنقدر نحكي عنها بالنسبة للفريقين. وأكيد ضيفنا مثل العادة محلل ام تي في الكابتن جمال حاج. مساء الخير. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. إن شاء الله بيكون موسم خير أكيد عليك وعلينا.
تترافق معنا اكيد بكل مباريات دوري الفا ان شاء الله. كابتن جمال، يعني بالبدايه يعني بالمقدمه تحدثت وقلت شوط اول جميل ومثير، لكن الملاحظات الفنيه ان كان على الانصار وعلى شباب الساحل كتار. رح ابدا من الانصار وعدم الترابط الموجود بين الخطوط واللي كلف الانصار خساره كثير من الكرات وايضا هدف التعادل. حقيقة مثل ما قلت أنت، مباراة مثيرة جدا، كان ممكن تكون الغلة أكبر وأهداف أكثر، لكنه الفريقين عم يلعبوا بشكل مفاجئ، خاصة فريق الأنصار من الممكن يكون مقبول الأداء اللي عمله هذا الهجوم وعدم الترابط لحين ما سجل الهدف. والمعروف عن فريق الأنصار من المباريات الأخيرة اللي عم نشوفه هو تجميع اللعب وتناقل الكرات والاستحواذ والسيطرة على الكرة بين أقدام لاعبين واللا مركزية. هذا اليوم ما شفنا، شفنا في 6 لاعبين مقابل 4، 4 مهاجمين منفصلين عن خط الوسط والدفاع، صحيح. ما عم بيكون في ترابط وعنده استعادة الكرة عم بيروحوا المهاجمين بسرعة على الهجوم، ما عم في لا الوسط ولا الدفاع عم يلحقهم، لا هن عم بيقعدوا يرجعوا، هون عم بيعمل مساحات كتير كبيرة. كان المفترض بعد خاصة 1-0 فريق الأنصار يرجع يهدى شوي، يعمل ربط، يحاول ينقل الكرة، يستحوذ على الكرة، يتعب الفريق الساحل بالجري خلف الكرة، يتعبه ذهنيا وبدنيا ويخليه يلعب ضد عامل الوقت، وبالتالي كان ممكن ينفذ أكثر ويسجل أكثر، خاصة عنده لاعبين مهاريين عاليين، وهذه ميزة الأنصار بالفترة الأخيرة. طيب وهذا أمر مفاجئ. بدي أرجع أنا وياك للمشكلة الأساسية الموجودة عند الأنصار هي خط الدفاع، لكن بالبداية بدي أحكي أيضا عن شباب الساحل قبل ما نشوف هدفي الشوط الأول والفرص يعطينا إياهم مخرجنا جورج خليل. مشكلة شباب الساحل بينت ببداية المباراة هي المساحات الكبيرة الموجودة بين خط الوسط وخط الدفاع واللي كادت تكلفه الكتير. هلا في شيء إيجابي إنه يعني الأنصار عفوا كابتن أهدر فرص سهلة منها فرصة حسن معطوق قبل هدف التعادل صحيح للساحل. صحيح، كان ممكن تكون النتيجة أكبر، لكنه من يحسب للساحل إنه ما كان خوفان اليوم، عم لعب بجرأة، لعب بشجاعة وبجرأة، لكنه المساحات كبيرة، في ثغرات كتير بخط الدفاع أمام فريق مثل الأنصار، لو استغل الفرص كان ممكن تطلع النتيجة أكبر. بعد تلقي الهدف قدر شباب الساحل وقعد ينطلق ويسجلوا هذه الجرأة وشجاعة ومهارة عند لاعبينه. بس كمان بنفس الوقت عم نرجع نقول السيناريو الشوط الأول اللي شفناه ممكن تشوفوا هذا بآخر ربع ساعة أو بوقت إضافي، إذا كان في بمباريات شوطين إضافيين بثير في جنون عند الفريقين مثل ما بيقولوا أو حماس زي فوضى إيه، لكنه هذا شفناه من بداية المباراة، ففينا نسميها مثل ما قلت نوع من أنواع، مرة فينا نقول شجاعة لكنه على الأغلب هي فوضى، لكن فوضى كادت تكون خلاقة عند الأنصار وخصوصا بعدد الفرص الكبير. صحيح، اللي عملها لأنه في ثغرات كبيرة، مثل ما بالأنصار في مشكلة بالدفاع، في مشاكل أكبر بالأنصار، مشاكل أكبر عفوا مثل بالأنصار في مشاكل، في بالساحل في مشاكل أكثر. لافت أنه شباب الساحل قدر يوصل لمنطقة جزاء الأنصار اكيد بكثير من المرات، صحيح ما كان في خطوره ببعض الاحيان، لكن كان في مؤشر، وانا كنت عم اقول بالتعليق انه الساحل ممكن مؤشر يعادل مؤشر النتيجة. فرص كان ممكن تحصل، ما ضروري تعمل فرصه خطيره تنقول انك عم توصل. صحيح، ممكن مجرد ما عم توصل بعض الكرات مؤشر بتكون لا اذا تعاملت معها بلمسه صحيح كان ممكن توصل وتعمل خطر، كانت المؤشرات موجوده عند فريق شباب الساحل. طيب جورج، بنشوف الهدفين يلي سجلون الفريقين بالشوط الاول من المباراه مع لقطه لجمهور شباب الساحل مثل ما قلنا المتواجد باعداد جيده جدا نسبه للمباريات السابقة، هذه أولى الفرص أو الهدف الأول اللي سجله عباس عطو أونيكا. هدول بحبهم أونيكا كثير، هو بحبهم أونيكا كثير، هول الكرات اللي بتيجي وعلى الطاير ممكن بيتميز فيهم، قلت سينيا أونيكا. بحبهم كثير هول أونيكا، هول اختصاصه مثل ما بيقولوا. لكن هون النقطة اللي ممكن توقف عندها، وين حدا من لاعبي شباب الساحل يضغط على أونيكا ما يخليه يسدد؟ كان لازم يكون في لاعب متواجد بهذه المنطقة، لكن كثيف عليه كانت بداخل منطقة الجزاء. دائما لازم يكون واحد موجود على خط 15، حتى حارس المرمى كان لازم يكون لاعبها لبرا. الهدف الثاني، شوف كم لاعب من الأنصار بالجهة اليسرى واقف، وهون على الجهة المقابلة واقف. لاحظ كالفن، يعني نسي لعيبه، نسي يعني مش مفروض ينسى، لأنه إذا بتلاحظ عباس كان ببداية الهجمة هو بالتسلل طالع من الهجمة، وكالفن عم مباشرة عم يطلع فيه وشايفه، كان المفروض يرجع بسرعة ليكون وراه. وعباس عطوي أيضا بحب ينطلق من الخلف، يعني بذكرنا بأيام الماضي بينطلق من الخلف. صحيح، وقت فرص ما بيضيعها، هذه فرص صحت له ما بيضيعها أبدا، قدر يستغلها ويسجل هدف. سجل هدف جميل جدا، و دفاع الأنصار هون بدنا نبلش نحكي عنه، غياب الكيميائي يعني الوحيد حسن بيطار من المدافعين الثابتين اللي كانوا بالموسم الماضي، حكيت عن الأمر أيضا بالتعليق، كالفن داو بعيد شوي عن الجو، حسين عوضة منه مركزه الصريح كمركز ظهير أيمن، ولوكاس موزس حاول يعني يتصرف بعفوية من كثير من المرات. لك في شيء لنحكي قبل بعمل اللاعب المدافع إن كان هجوميا ولا دفاعيا، هل لاحظت أنت بالمباراة هل كان حسين عوادة وكالفن شفتهم عم بأداء كانت المساندة الهجومية؟ كم هجمة عملوا؟ ما في كالفن يمكن شارك بهجمة واحدة. صحيح.
هذا دليل ليه؟ لأنه ما في ربط، ولأنه اليوم اللاعبين الوسط هن عم ياخذوا المهمة وهن عم ياخذوا المبادرة حتى حسن معتوق ما استلم اليوم. ما في ربط، والفريق كان عم يستعجل كثير، الكرة عم يلعبها بسرعة، ما كان في ربط، ما كان فريق واضح إنه يفرض شخصيته وسيطرته على الكرة. زائد هل هو تواجد داوودة وحسين حيدر الجبر كالفن وحسين عواضة انه ما يهاجموا؟ والمروني اللي عندهم اياه لاحظت كم مره غيروا مراكزهم حسين حيدر وداوودة. مين بيقدر يسيطر على الثاني؟ مين بيقدر يعمل مبادره؟ اذا كالفن اخذ الادوار الهجوميه حيجبروا لداوودة يرجع معه. صحيح. وحسين عواضة هون هن، لا كان حسين عواضة حسين حيدر وداوودة هن اللي مسيطرين على كالفن وحسين عواضة، تركوهم ما خلوهم يهاجموا، فبالتالي كانوا مرتاحين من الناحيه الدفاعيه هول المهاجمين، وبالتالي وقت ما عم تيجي الكره لعندهم عم يقدروا، والدليل الكره اللي عملها داوودة بالهدف. وهون قد ايه بتكون بحاجه للاعب مثل عدنان حيدر بيقدر يربط خطين مع بعضهم بيابو، يعني مؤثر جدا. ومطلوب من اونيجا ومعتوق وموني اكثر يرجعوا على نص الملعب ويجمعوا لعب مع مع مع, مع السرعه. خلينا نشوف بعض الفرص الخطيره يلي مرقت علينا بالشوط الاول من هاللقاء. يعني الانصار كان عنده فرص، وايضا شباب الساحل كان عنده فرص، ولكن لا شك فرص الانصار كانت اخطر. وحده منها مثل ما أنا مشاهدينا تحديدا قبل هدف التعادل اللي سجله شباب الساحل، هيدي هي الفرصة الأنصارية الأخطر يلي عم تحدث عنها حسن معتوق هون، أو هيدي الفرصة الأولى فعلا لفريق الأنصار، فرصة حسن معتوق هيدي قبل الهدف، قبل الهدف هدف التعادل. يعني بدي أقول إنه حسن معتوق باللحظة الأولى تردد شو إنه يعمل، هل بده يسدد، هل إنه بده يمرر، أخذ حتى القرار متأخر، حتى طجت الكرة طجت لورا شوي خليتها صارت قريبة من إجره. يعني فعلا فرصة خطيرة جدا، لو سجل الأنصار كانت ممكن تتغير الأمور، نقطة تحول كده تكون بالمباراة. صحيح. يعني لكن تحولت لمصلحة شباب الساحل. طيب خليني أحكي شوي اليوم عن شباب الساحل أيضا بخط الوسط، يعني توقعت أنا أنه الساحل يضغط بالوسط لما يخلي الأنصار يستلم، لا بل العكس عم بيصير، لاعبي الأنصار هن يلي عم يضغطوا وعم يستحوذوا بشكل أكبر. اليوم إلى أي مدى الساحل بحاجة انه يضغط بخط الوسط ببدايه الشوط الثاني ويفرض شخصيته على الانصار وما خليه يستلم، يعني يركضوا خلف الكره، وهو الامر يلي ما بحبه الانصاريين مثل ما ذكرت. بعدت صعب عليه يعمل هيك، صعب لانه انت عندك رباعي هجومي مزعج جدا، خاصه من الناحيه الدفاعيه، يعني عطوق وموني واونيجا وحاجي مالك من الناحيه الدفاعيه بيمنعوا لاعبين المدافعين انه يصعدوا الكره يطلعوا بالكره، فبالتالي عم بيكون خيار كوليبالي وعلي ايوب دائما الكره، علي عبود لعب الكرات الطويله للمحطه اللي هو عبد العزيز نضاي، وهون كمان الكره الثانيه بده ينتبهوا لها فريق الانصار، فبالتالي صعب على الساحل اللي يقدر هو يسيطر، لكنه لا عم يحاول هو اللي اكثر شيء عمله الساحل. نعم. وهذا ما امر ايجابي انه عطل سيستم الانصار، رح نحكي ولو انه خطره لكنه عطلهم سيستمه. رح نحكي اكيد سوا كابتن جمال بعد نهايه المباراه الشوط الثاني. شرف على البدايه مشاهدينا، 45 دقيقه نتامل تكون اثارتها اكبر من اول 45 دقيقه، وعلى ما تستمتعوا ايضا بلقاء الانصار والساحل. تفضل فارس. عودة نحن وياكم مع تبديل وحيد صار بالشوط الثاني، دخول جاد حسين من ناحية فريق شباب الساحل وخروج زهير عبد الله، فإذا تبديل وحيد. الأنصار بعده عم بيعتمد على التشكيلة اللي بلش فيها المباراة، كرة أمامية من حسين عواضة بتنقطع ترجع مع فريق الأنصار بمنتصف الملعب، بدو ينتبهوا كتير منيح الفريقين لأنه هدف لأي واحد منهم بتكون صعب كتير أنه يتعوض. الشوط الثاني الحاج حمود ونزار محروس عم بيعطوا اثنيناتهم تعليماتهم، نزار محروس عمره 56 سنة بغنى عن التعريف، لقبه الامبراطور، هيدا اللقب كان يلعب بمركز المهاجم، درب ولعب مع اكثر من فريق، تاريخ كتير كبير لنزار محروس، درب بالامارات، درب بالسعودية، درب بسوريا، ما خلى نادي إلا ما كان على رأس الجهاز الفني. كرة أمامية مع فريق شباب الساحل يلي مبلش شوط تاني وعينه يسجل هدف، قال رح يتمكن من هالشيء. الله 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 على هالهدف، داوودة 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 عم بهز شباك الأنصار بهدف مبكر، بهدف أكثر من رائع، من أجمل الأهداف يلي معقول نشوفها. بعد نعبون شباب الساحل عينه على هدف مبكر، وداوودة عم برد علي على السريع بيقول لي تكرم، على السريع عم برد
بيسجل هدف التقدم. شو هالهدف الرائع لداوودة، شوفوا هالتمريرة، داوودة تقدم، اتخطى، سدد داخل الشباك ليعطي التقدم 2-1 لفريق شباب الساحل. الأنصار ما عاد عنده شي يخسره أبدا. تسديدة رائعة رائعة رائعة، منشوفها من هالزاوية، هيدي الزاوية الأفضل يلي بتبين الكرة وين راحت، كيف اجت الكرة. والأنصار متأخر بهدف من بعد ما كان متقدم بهدف. السيناريو واضح، شباب الساحل رح يدافع، رح يعتمد على الهجمات المرتدة، الأنصار رح يهاجم، يمكن نشوف تبديل بالتشكيلة. نزار محروس بيعرف انه أول خطوة خسارة كأس النخبة مش مسموحة أبدا. جمهور الأنصار عم بيشجع فريقه، جمهور الساحل عم بيجن على المدرجات مع هدف التقدم. الأمور واضحة، المعتوق ما لازم يتحرك، دايما بده يكون عليه لاعب آخر. حلو كتير عواضة بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، كوليبالي بيبعد الكرة بتروح سريعة مع فريق شباب الساحل يلي بيعرف انه هالتقدم يلي أخده لازم يحافظ عليه أو لازم يزيد من تقدمه. بس الأنصار بيبقى الأنصار، بأي لحظة بيقدر يرد. حسن معتوق بيتعرض للخطأ، خطأ واضح لصالح حسن معتوق. حسن معتوق بياخذ الخطأ، بياخذ الفاول، وبيتقدموا اللاعبين لمنطقة جزاء فريق شباب الساحل. عبد العزيز الداي المهاجم بيرجع ليساند الدفاع بالكرات الرأسية مع هالكرة. المعتوق هون وعباس عطوي، واضح كان الدفع من عباس عطوي، ركلة حرة. كل لاعبين فريق شباب الساحل بيرجعوا لمنطقة الجزاء، ما في حدا بالمقدمة، ما في حدا بمنتصف الملعب. كرة رح يرجع ينفذها علي رضا، علي رضا بيرجع بيطلب إعادة تنفيذ الكرة. معقول كتير نشوف عدنان حيدر بتشكيلة فريق الأنصار. التبديل لازم يصير، دفع دم جديد. حسام اللواتي، حسام على التنفيذ، لمين بده يمرر، لمين؟ كرة بتنقطع باللحظات الأخيرة من عباس عطوي، وتسديد بعيدة بعيدة، هالتسديدة من دون أي خطورة على مرمى الساحل. النتيجة تقدم الساحل على الأنصار 2-1. هون قدامنا جاد حسين يلي دخل بمطلع الشوط الثاني بدلا من زهير عبد الله. كرة عالية يبعدها مويزس لوكاس، داوودة بمرر لجاد، جاد بفضل يرجع الكرة للخلف لحمود، حمود بيلعب الكرة لعبد العزيز نداي، عبد العزيز نداي بيخسر الكرة، مش لوقت كتير، في ضياع بصفوف فريق الأنصار بعد الهدف الثاني اللي دخل مرمي. هون هذا الشيء رح يعطي دفعة معنوية أكثر وأكثر للاعبين فريق شباب الساحل. على السريع الأنصار من دون إضاعة وقت، والتبديل عم بيتحضر، صحة التوقعات. وعدنان حيدر التبديل الأول بصفوف فريق شباب الساحل، بصفوف فريق الأنصار عفوا، يلي رح ينزل عدنان حيدر. هلا منشوف بدلا من مين تبديل، بدلا من مين، هل رح يضحي بكالفن داو، هل رح يضحي بأحد المدافعين، لأنه الأنصار ما عنده شيء يخسره بقى أبدا، بده يحط ضغط أكثر بخط الوسط. وقت تقدر تمسك منتصف الملعب تقدر تخلق الفرص الحقيقية على مرمى الخصم. أول ما الكرة توقف عدنان حيدر صار جاهز ليدخل لأرض الملعب. الأنصار من بعد ما تقدم 1-0 بالشوط الأول، بأواخر الشوط الأول عم بيعدل الساحل، وببداية الشوط الثاني عم بيتقدم الساحل. كرة خارج الملعب وعدنان حيدر التبديل الأول بدلا من جهاد أيوب. جهاد أيوب يلي ما قدم كتير بهالمباراة، عدنان حيدر بدلا من جهاد أيوب، وهيدا التبديل الأول
من ناحية أنصار مقابل تبديل كمان وحيد من فريق شباب الساحل. والمباراة شربي فينا نقول والعيد اشتعلت مع الهدف الساحل الثاني يلي رح يخلي الأنصار يكب كل شيء في عنده، ما عاد عنده شيء يخسره أبدا بهالمباراة. واسم عدنان حيدر فارس ذكرناه مع الكابتن جمال الحاج خلال الاستوديو التحليلي بين الشوطين، وقلنا الأنصار بهاللحظات بحاجة للاعب يقدر يربط الخطين، وذكرنا اسم عدنان حيدر يلي هو عادة بنفذ المهمة. عدنان حيدر أصبح موجود على أرض ملعب حاليا مع الكرة بعيدة للخلف. محاولات الأنصاري مع حسام اللواتي، أيضا الساحل ممكن يسجل هدف ثالث للشاء، كرة أمامية خطيرة جدا، الكرة العرضية شوارع الأنصارية عم تسمح للساحلية أنه يقربوا مجددا من شباك لمغنية. هالمرة عبد العزيز نضايع الرأسية السنغالية كادت تصفر عن هدف ثالث. هيدي هي الكرة العرضية، جميلة جدا يا حسين حيدر، لعيب يا حسين حيدر، رأسية نداي هالمرة المغنية عم يخلي فريقه بأجواء المباراة، عم يخلي له أمل ليعود بهاللقاء. 3-1 كانت تكون النتيجة، لكن دائما التقدم ساحلي. نجم المباراة بدون شك داوود ديامي صنع وسجل والساحل متقدم. هيدا هو التوقيع الناجح، هيدي هي الصفقة الناجحة لشباب الساحل يلي حكيت عنه كتير قبل بداية المباراة وقلت رح تشوفوا فريق غير. أنا كنت أكيد من هالموضوع. جول باكاري كوليبالي عم يسجل الهدف الثالث، الرأسية السنغالية بمرحلة أولى تصدى لها مغنية، إنما هالمرة المدافع الهداف يلي بيعرف الطريق إلى الشباك كان عم يسجل الهدف الثالث لشباب الساحل. الأنصار بوضع صعب، الأنصار بوضع محرج، يلي شاف المباراة بدايتها ما كان بيتوقع إنه الأنصار بيكون بهالموقف. هالمرة عم بيصعدوا وعم يلعب الكرة، يا سلام يا كوليبالي، أذيفة رأسية بالشباك الأنصارية، يا سلام عليك، عارف وين حطها، بحس الهداف بإحساس المهاجم باكاري كوليبالي، الرأسية المثالية فعلا قلت عنه المدافع الهداف بتاني أهدافه بكأس النخبة. هالمرة أغلى الأهداف يا كوليبالي. 3-1 أصبحت النتيجة لمصلحة شباب الساحل المرتاح جدا، مرتاح الساحل. هيدا يلي فيه يقولوا أقله، قلت لكم شباب الساحل غير عن الموسم الماضي، حكيت عن الأمر كتير قبل بداية المباراة استنادا للمعطيات، استنادا للمؤشرات يلي كانت قبل بداية المباراة، لا بل قبل بداية مرحلة التحضيرات كيميائية رهيبة بين اللاعبين يلي بقيوا. وأضيف لقلهم طبعا، أضيف لقلهم طبعا إضافة كبيرة هو داوود ديامي، عم بحكي عن كوليبالي بي، عم بحكي عن عبد العزيز الداي بي، خطوة ذكية من الحش بين الأجنبيين يلي دخلوا ضمن كيميائية الفريق وأصبحوا بيعرفوا شباب الساحل منيح، وأصبحوا بيعرفوا كرة القدم اللبنانية منيح. والنتيجة عم تشوفوها أمامكم إلى يسار الشاشة مشاهدي أم تي في، شباب الساحل 3 الأنصار 1. لا شك أنه أكثر المتشائمين بفريق الأنصار ما كان بيتوقع أنه يشوف الزعيم الأخضر متأخر أمام شباب الساحل، إنما الموج الأزرق اليوم عم يعلى على كل شيء بمدرجات مدينة كمين شمعون الرياضية. أصوات الساحليين عم تكون أعلى من الجميع، يعني شباب الساحل صحيح اليوم باللون الأبيض إنما جمهوره باللون الأزرق، وفريق شباب الساحل هو طبعا عم يخلي الأنصار يكون بوضع صعب، فرح يغرق الأخضر أمام البحر الأزرق خلوني نسميه، لأنه أمواج الساحل فعلا امتدادة عم بيكون إلى منطقة جزاء الأنصار، وعم تكون عالية جدا مثل ما كان باكاري كوليبالي بالعالي عم يطلع ليسدد برأسه إلى يمينه لحسن مغنية ليعلن عن ثالث الأهداف. كرة مقطوعة من شباب الساحل تبقى للأنصار، الأنصار بمحاولة لرد بده يقلص الفارق بشكل سريع، وإلا راح يكون فات الأوان يا أنصاريين. عباس عاصي يا سلام عليك، هيدا من أكثر اللاعبين اللي بيعجبوني على صعيد ثبات المستوى بفريق شباب الساحل، أخذ شارة القيادة من زهير عبد الله، خير خلف لا خير سلف بدون شك. عباس عاصي بالوقت يلي في تبديل، حسن حمود نونا مكان كالفن داو بلش يرمي بأوراقه الهجومية، نزار محروس تاني تبديلات الأنصار، سحب ظهير أيسر وإدخال لاعب من ضربات شباب الساحل
كرة إلى خارج أرض الملعب، المرة حسين حيدر ما بيقدر يعمل كنترول عليها. رمي التماس راح تكون عند الحمود، يعني رغم غياب واحد من أبرز نجوم شباب الساحل وأكثرهم نشاطا بخط الوسط، عم بحكي عن حسين رزق دونا، الساحل مسيطر بشكل كبير بمنطقة الوسط، خلوني أقول مش بالاستحواذ إنما بمعرفة توجيه وإدارة المباراة بالوقت يلي حاليا. كرة على الجهة اليمنى مع موني، موني يا سلام عليك، عم يبعد عباس عاصي، تبقى مع اونيكا اللي بيسدد، لكن فكرتها كانت كثير ذكيه بالوقت يلي مهاجم جديد عند الانصار عم يتحضر للدخول. كوشك شوفوا الانصار عند ما يستعمل مهارات نجومه مثل موني ومثل اونيكا، شوفوا اونيكا ما نطر لحظه، ما اطلع على المرمى، سدد بقدمه اليسرى، يمين شمال، ما فيش مشاكل عند اونيكا دائما بالاجرتين بيقدر يسدد بالوقت يلي كوراني هو عم يعمل شغل حاليا على ارض الملعب، والوانتو مع داوودا، كوراني بحافظ على كرته، لكن يا سلام حسن حمود ممتاز جدا بهالتدخل وبهالحركه الدفاعيه الاخيره، بتروح لعند المعتوق، المعتوق 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 عم يتقدم حاليا، المعتوق عم يروح، المعتوق عم يحاول يهرب، انما في خطا وفي صافره، خطا لمصلحه حسن معتوق. عاجبيني كثير فريق شباب الساحل، تعامل حش حمود ايضا مع المباراة ممتاز جدا، شوفوا عباس عطوي والصراع مع حسن معتوق، اللاعب يلي خلفه بارتداء القميص الرقم 10 بالنجمة بالوقت يلي حاليا الانصار امام فرصة تقليص الفارق، الانصار 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 الانصار، موزس حتى هو داخل منطقة جزاء اللواتي للمعتوق، المعتوق بيسدد بلحظة وبغير يقدر بأي لحظة يظهر، طل البدر طل القمر بالنسبة لجمهور الأنصار بمنطقة شباب الساحل، من الساحل نجم الأنصار كان عم يسدد هالكرة، وإلا الشباك شباك علي ضاهر، النتيجة عم تصير 3-2، المباراة عم طولة أكثر، شوفوا الكرة الأمامية دائما موني على التركيز على الجهة اليمنى والكرة عطية علي ضاهر وسدد مرة الكرة يا علي ظاهر، غلطة الشاطر غلطة الشاطر يا علي ظاهر، من جديد مرة جديدة بالإعادة، كرة موني علي ظاهر، موزس كان عم يشارك بالهجمة، التمريرة من اللواتي أراها مظبوط، سدد المعتوق، اخترقت علي ظاهر ومع اخترقت الشباك فارس، مباراة رائعة جدا 3-2 لمصلحة الساحل، وفي يقول من الصعب توقع هوية الفائز بهاللقاء. من أجمل المباريات يلي معقول نتابعها ومن أجمل الأصوات الشوط الثاني، مع الشوط الثاني لهلا صار 3 أهداف داخل بأول ربع ساعة من الشوط الثاني، صار مالك ساعة لبداية المباراة، ربع ساعة لبداية الشوط الثاني، نتيجة 3-2 تقدم شباب الساحل، الأمور بعدها منا واضحة أبدا، الأنصار بيقدر يرجع بأي لحظة، شباب الساحل بيقدر يسجل بأي لحظة كمان. خلينا نتابع المباراة ونشوف مين رح يحمل كأس النخبة بالنهاية، هل رح يكون الأنصار أو شباب الساحل؟ يعني عم يعجبني كثير اللياقة البدنية اللي عنده إياها واللي بتميز فيها عباس عطوي لاعب شباب الساحل، عم نشوفه وين ما كان بكل أماكن الملعب، ولعت على المدرجات على الاخر، جمهور الانصار عم بيشجع، جمهور الانصار عم بحمس، جمهور الساحل كمان فريقه مازال متقدم، لهلا الكاس عند فريق شباب الساحل، لهلا بعد في نص ساعه على نهايه وقت قصي لزمن المباراه، البيطار بمرر كره اماميه للواتي، اللواتي لحسين عواضه، حسين عواضه داخل منطقه الجزاء، كره بيبعدها دفاع فريق شباب الساحل، علي عبود ببعض كرة لخارج الملعب، رمي تماس أنصارية الأنصار يلي بده يشدد من ضغطه أكثر وأكثر على مرمى فريق شباب الساحل، هيدا يلي عم نقوله ما عنده شيء يخسره أبدا الأنصار، بده يحط كل تقله بالهجوم ولو بده يخاطر بالدفاع، كرة رائعة بس لخارج الملعب، بعيدة بعيدة يا موني، قطعت قطعت الكرة، اجتازت خط الملعب، الحش حمود على اعصابه، نزار محروس على اعصابه، الامور غامضه تماما، فارق هدف باي لحظه بيقدر يتعوض وباي لحظه بيقدر الساعه
الساحل يضاعف النتيجة ويزيد النتيجة أكثر وأكثر. مباراة مسائية ممتعة عم بتابعوها عبر شاشة الام تي في من مدينة كمين شمعون الرياضية ببيروت. عبد العزيز نضاي بمرر هالكرة الأمامية وفرصة كادت تكون لفريق شباب الساحل بيبعدها باللحظات الأخيرة. حسن بيطار ترجع بترتد مع حسن حمود يلي بمرر لموزيس لوكاس منه للواتي. لواتي بمنتصف ملعب بيتقدم بيتقدم اللواتي بيتعرض للخطأ. الحكم بيتابع اللاعب أدفانتج الكرة ما استفاد منها فريق الأنصار. بيرجع الحكم بيعطي الخطأ للأنصار. يعني دوري مجنون دوري رائع رح يكون بيوعدنا بأمور كتيرة. عم نشوف الفرق قريبة كتير من بعض. بارح شفنا فريق البرج كمان مستوى ممتاز رائع. فريق البرج كرة أمامية لفريق الأنصار على مشارف حدود منطقة الجزاء. كوليبالي بيشتت الكرة ممنوع يهدي الكرة. كوليبالي مع الضغط الأنصاري الكبير بده يشتت كل لاعبي فريق الأنصار بالهجوم باستثناء حسن بيطار. عم بيجربوا يقطعوا لواتي وموني. عدنان حيدر ضغط كبير بخط الوسط المعتوق عم بيسندهم. عوادة بيرجع الكرة بغير اتجاهها لعند اللاعب البرازيلي موزيس لوكاس منه على الجهة اليسرى. الهجمة أنصارية الدفاع من شباب الساحل عم بيجربوا يقطعوا الكرة يبعدوا الكرة. ممنوع توصل للاعب لابس أخضر. هيك الحش حمود عم بيقلهم هيك الحش حمود عم بيطلب. حلو كتير من حيدر لا داوودا. الله 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 كرات حلوة ساحلية بهالوقت الممتاز من المباراة للفريقين. الساحل بيعرف انه بعد في وقت كتير ما لازم ابدا يرجع للدفاع كل الوقت ويترك المجال للأنصارية للهجم. الحج مالك شو هيدا يا حج مالك. جول 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 في مباراة من الأجمل مباراة الأحلى مباراة الأنصار. الأنصار اتأخر 1-3. الأنصار عم بيرجع عم بيقلص عم بيعدل. الأنصار 3 شباب الساحل 3. مباراة حلوة مباراة رائعة مباراة ممتازة. جمهور اللي عم بيتابع شاشة الام تي في عم بيستمتع. ممنوع يبقى الحج مالك لحاله. ممنوع علي ظاهر كان بيقدر يبعد هالكرة. الحج مالك غيرت اتجاه هالكرة كمان خدعته لعلي ظاهر. هي دموني مرر الحج مالك سدد وكرة نوعا ما مش كتير والضغط أكثر وأكثر. هلأ على الحش حمود 3-1 ترجع تتلقى هدفين بهالسرعة. مباراة بأول 20 دقيقة شربل 4 أهداف بالشوط الثاني. هيدا شيء رائع لكل اللي بده يتابع فوتبول ويستمتع بكرة القدم. بعد في أهداف هيدا الأمر يلي عم نشعر فيه بخلال متابعتنا للمباراة وخصوصا مع اللعب المفتوح اللي عم يمتدوا الفريقين مع كرة حاليا على الجهة اليسرى. حسين حيدر هو يلي عم يتلقى هالكرة. شو ممكن يعمل أيضا لاعب مهارة حسين حيدر بحاول مرة على وضع وبيسدد عم تفوت بالبغنية بتبقى الفرصة الساحلية. جول لكن التسلل هالمرة والراية داوودا تيميه. قلت عم بشعر انه في اهداف دخلت الشباك لكن الحكم اعلن عن حال التسلل. هيدا الامر يلي رح نشوفه بالاعادة عندما طلعت الكرة من قدم حسين حيدر. هل كان داوودا تيميه متسلل بالوقت يلي المعتوع عم يحاول يرجع الانصار مرة جديدة مثل ما قربهم من التعادل. فعلا هدف المعتوع رجع الانصار للمباراة يعني عوض يمكن الفرصة الثمينية اللي كانت التحول هذه التسديدة. وينو داوودا تيميه؟ داوودا تيميه كان فعلا متسلل عندما خرجت الكرة عندما سدد حسين حيدر. عندما سدد حسين حيدر كان داوودا تيميه بموقف تسلل. قرار لا غبار عليه من الحكم المساعد سليم سراج. داوودا تيميه عم يحرم انه يضيف هدف ثاني ويأكد فعلا انه هو نجم المباراة.
بهدف وتمريرة حاسمة. دلوقتي اللعب متوقف حاليا. مثل بعام 1999 الأنصار فاز على الساحل 2-1 بالدور الأول. هدف الساحل وقت سجله عماد الميري، لكن رغم الفوز الساحليين وبهالهدف لا عم بذكر مين مسجل الهدف، قدر شباب الساحل بفارق الأهداف يتأهل إلى دور نصف النهائي إلى جانب الإخاء الأهلي علي، ومن بعدها يروح للمباراة النهائية ويواجه الهومنمن، لكنه خسر أمام الهومنمن يلي أحرز لقبه الوحيد بعام 1999. ووين الهومنمن حاليا؟ المعادلة الكروية للأسف الهومنمن، وهومنمن يمكن الجمهور اللبناني من هالشبان والجيل الجديد الصاعد يلي عم يجي على الملاعب ما بيعرف عنه شيء. على كل حال للأمل أن يرجع هومنمن، هومنمن حكمي راسينج وكل الفرق العريقة يلي تعودنا نشوفها بدوري الأضواء بالمواسم المقبلة، أيضا بطولة الدرجة الثانية واعدة الموسم بشكل كبير بالوقت يلي لواتي حاليا أمام فرصة واعدة، وعلي الطاهر المرة عم يعمل الإنجاز، اللواتي عم يسدد بقدمه اليسرى وعلي طاهر عم يعمل الإنجاز. بطولة الدرجة الثانية مثل ما قلت واعدة، خصوصا بوجود ديربي بين الحكمي والراسينج. البرج وشباب البرج إذا هن يلي صعدوا الى دوري الاضواء، ومنجدد المباركه للبرج على انجازه فوزه بكاس التحدي. شباكه ما اهتزت ابدا، فريق جيد جدا. علي ظاهر هون هالمره قدر يتمكن من التصدي للكره. ايضا بعام 2009 انصار فاز 1-0 على ملعب بيروت البلد ضمن المجموعه الثانيه على شباب الساحل، هدف وقت سجله محمود لبساط. عام 2012 ودائما ضمن المجموعه الثانيه التعادل كان 1-1، ضمن المجموعه نفسها بعام 2016 فاز الأنصار 4-1 على ملعب العهد. يعني عم ذكر بهالمباريات اللي كانت فعلا من المباريات المثيرة ضمن لقاءات الفريقين بكأس النخبة. على ما يبدو علي ظاهر هون عم يتألم وتعرض لإصابة، فرح نشوف خروجه من الملعب. من السلامات لعلي ظاهر، رح يقدر يكمل. شوف مين عم يواكب علي ظاهر، واحد من الحراس التاريخيين علي فقيه، اسم الغني عن التعريف، صاحب رقم قياسي بالحفاظ على نظافه شباكه بدوري الفا حسام اللواتي او بالدوري اللبناني بوقتها ما كان فيه تسميه للدوري. علي فقيه كان فعلا الرقم واحد بين الخشبات الثلاثه بالانصار وبالمنتخب الوطني. طبعا المنافسه كانت كبيره وقتها على صعيد حراسه المرمى بالمنتخب مع الحارس احمد الصائر حارس مرمى الساحل. موني حاليا بالاستعراض الهجومي، حسن شعيت وموني بيلعب الكره عند حسن معتوق الى يمين، اونيكا المعتوق بيحاول ياخذ الامور على عاتقه، لكن هالمره تحت الضغط عم يلعب لاونيكا يلي بيلعب الكره العظيمه بحثا عن الحج مالك، والراسيه موجوده من الحمود، والكرة بين يدي علي ظاهر. كرة بالخلف مع الأنصار. تبقى أنصارية الأنصار والبحث عن الطريق إلى الشباك مرة جديدة. كرة مقطوعة وفي صافرة وفي خطأ لمصلحة حسن معتوق ولمصلحة الأنصار، بس تحرك المعتوق تغيرت الأمور كثير على أرض الملعب بالنسبة للفريق الأخضر. يعني بيقدر نزار محروس يكون عنده مرونة على الصعيد الهجومي، لأنه المعتوق بيقدر يغير مركزه، موني بيقدر يغير مركزه، اللواتي بيقدر يغير مركزه، هالأمر بيستفادوا منه بالشوط الأول من اللقاء، لكن بالشوط الثاني الأمور تبدو مغايرة بالوقت يلي في كرة، في تسلل، في تسلل يا عبد العزيز. في تسلل وين رايح؟
التسلل كان بالكرة الأخيرة والأنصار مجددا عم يتقدم. كرة بتبقى أنصارية مع اللواتي، أيضا بيلعب الكرة الأمامية لموني المعتوق، والحاج بالك بالانتظار موني شو ممكن يعمل بهالكرة. موني تحت الضغط، موني بحافظ على كرته بمهاراته العالية، عم يحاول يدخل منطقة جزاء، بتبقى الكرة داخل المنطقة لكن مقطوعة مرة جديدة، وهالمرة فرصة أمام الساحل للارتداد. رح أشوف لياقة الفريقين قديه رح تخدمهم. حسن حمود عم يتدخل من جديد، يعني بالتاكلينج حسن حمود هو الأبرز بصراحة وقت دخوله إلى أرض الملعب. العديد من التدخلات نظيفة من دون أي خطأ عم تسمح للأنصاريين باستعادة الكرة. رمي التماس حاليا للأنصار والبحث دائم عند فريق الأنصار عن ممر باتجاه منطقة جزاء شباب الساحل بالوقت يلي الساحليين عم يدافعوا حاليا بخمس لاعبين عم ينجحوا أن يستردوا الكرة. شباب الساحل من جديد الكرة للأمام، وينو عبد العزيز وخطأ لما استعطوا المرة. لوكاس موزس رح يتلقى الإنذار. التدخلات الخشنة، التدخلات العنيفة بدأت تزيد على أرض الملعب فارس. هذا الإنذار الثالث لفريق الأنصار، و 3-3 النتيجة دغري. واحد بده يطلع، بده يتأكد أنه حامي كتير على أرض الملعب، حامي من الفريقين، حامي من الساحل، حامي من الأنصار، ما حدا بده يتلقى مرمي هدف رابع. صحيح صار في أربع أهداف بالشوط الثاني، بس معقول هدف بعد جديد يكون الهدف الأخير بالمباراة. هون خطأ واضح والإنذار محق كان لمويزس لوكاس اللاعب البرازيلي يلي نزل تاكل قاسي كتير على عبد العزيز الضاي. بدو يبلشوا يفكروا المدراء الفنية الاثنين، كان الحاج حمود أو نزار محروس، بركلة الترجيح. ولو بعد في وقت، بعد في 17 دقيقة وغير الوقت المحتسب بدل عن ضائع، يعني تقريبا 20 دقيقة بدنا نقول، بس بيكونوا خلال هالأسبوع أدوا تمرينة خاصة بركلة الترجيح. بحال وصلوا الفريقين للتعادل صار في مين بدو يسدد ركلة الترجيح، بيكونوا محضرين اثنيناتهم. موزيس لوكاس بيرجع بيقوم وبينزل لمتابعة المباراة. هل رح يكون في تبديل جديد بصفوف فريق شباب الساحل؟ هل الأنصار رح يجري أي تبديل؟ كمان مرة من غير زاوية وخطأ واضح. كرة عالية، عبد العزيز نداي بيطلع بهالكرة الرأسية وفي خطأ. الحكم بيقول في خطأ على رضا على عبد العزيز نداي، طلع وأخذ الكرة، عمل فاول بهالكرة يلي بتنتقل سريعة لفريق الأنصار. الأنصار بده يرجع يعمل جردة حسابات كتير كبيرة قبل انطلاق الدوري بعد هالأهداف الثلاثة يلي دخلت مرمي خاصة من الناحية الدفاعية. وشباب الساحل أيضا بده يطلع وين كانت المشكلة بعد التقدم 3-1. كمان الأخطاء يلي دايما بتسبب بأهداف. أول مباراة بالدوري رح تكون الديربي المنتظر بين الأنصار والنجمة. دوري رح يكون حامي كتير كتير هالموسم. كرة أمامية لعباس عطوي، أونيغا بيلعبها للحج مالك، ساقطة خلف الدفاع بتوصل لعند علي، عم بيعطي تعليماته للاعبين. الحج حمود كمان واقف على الخط يلي مسموح انه يوقف ويوجه اللاعبين. هلا الوقت رح يمر بسرعة للاعبين الفريقين. بحال التعادل اللي عم بيعتمد كمان على الكرات الطويلة الساقطة أمامية لعبد العزيز نداي. عبد العزيز نداي ما رح يقدر يفلت أبدا، حسين عواضة كان موجود بالمكان المناسب. هيدا الحاج حمود انقطع حسه، انقطع نفسه الحاج حمود، ما عم بيقدر ياخد نفس بقى الحاج حمود، بده مي. هيدا هو يلي عم بصير فعلا. واحد من أكثر المدربين يلي بحمس اللاعب، بشجع اللاعب، يلي بضل كل الوقت ورا اللاعبين لأنه بيعرف كتير منيح اللاعب اللبناني. بدك تضل وراه، تضل تحمسه، تضل تشجعه، تضل توجهه. حش حمود شابو با فعلا على أدائك مع فريق شباب الساحل. كرة حاليا مع المعتوق يلي متصدر ترتيب الهدافين بكأس النخبة مع أربع أهداف. عواضة لمين هالكرة بتنقطع. الشباب الساحل رح يعرق الكتار بالدوري اللبناني هالموسم.
ما رح تكون مباريات الفرق الكبيرة قدام الشباب الساحل بالمباريات السهلة أبداً، بدو يعملوا حسابات كتير كبيرة لإله. كمان الحج مالك ما بعرف ليه الأنصار عم بيعتمد على الكرات الطويلة، الكرات الساقطة بوجود المعتوق، بوجود موني، بوجود عباس عطوي، أونيجا، عدنان، حيدر، اللواتي بيقدر يوصل أكتر للمرمى. أمامية مع داوودة، 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 مهارات فنية عالية كتير، لاعب كان ممتاز الموسم الماضي، برز مع البقاع، هذا الشيء اللي خلى فريق شباب الساحل يضمه هالموسم. أمامية الكرة على مشارف حدود منطقة جزاء، ما زالت الكرة مع شباب الساحل، كرة بتنرفع داخل منطقة الجزاء، بيطلع مغنية بيبعدها بالبوكس، الخطر موجود بالشوات كتير، بيقدر الساحل يسجل وبيقدر الأنصار يسجل. المعتوق، المعتوق بيتقدم، في خطأ، في خطأ، الحكم بيترك اللاعب أدفانتج، فرصة لفريق الأنصار، هل رح نشوف الهدف الرابع؟ الله، تسديد عالي يا موني، تسديد عالي يا موني، كان بدك تصيب المرمى، كان بدك تصيب المرمى، تحفة فنية رائعة. هذا اللي كنت عم بقوله، بوجود هاللاعبين تخمت الأسماء الكبيرة، ليه عم بيلعب طويل الأنصار، بيقدر يوصل للمرمى بسهولة. لاحظوا الألعاب الحلوة، الألعاب الفردية، المهارات العالية، التمريرات، وموني هون سدد كرة عالية 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 عن مرمى علي ظاهر، والأمور يعني صعبة مع الوقت يلي عم بمر. شربل 12 دقيقة، الحاج حمود على أعصابه، نزار محروس منه مرتاح، بالنهاية في لقب الليلة رح يروح لواحد من الفريقين. وهون بلش شغل الحاج حمود فارس، لأن إذا بنرجع بنشوف الإعادة مرة جديدة موين انطلقت الهجمة وعدم قدرة عدد كبير من لاعبي شباب الساحل على مواكبة لاعبي الأنصار بالارتداد، يعني مشكلة كانت كتير كبيرة. حتى موني كان وحيد لمسافة 20 متر تقريبا. شوف بالإعادة مرة جديدة، هون انطلق المعتوق، حاول عباس عطو يوقفه بالفاول، لاحظ قديه الملعب فاضي، لاحظ قديه ما حدا عم بيتابع موني، من وين موني تقريبا منتصف، من بعد منتصف الملعب انطلق من دون أي مواكبة دفاعية. بالتأكيد كان بالإمكان أفضل من مكان يا موني، وأنك تسدد بالشباك وتحسم الأمور بالنسبة للأنصار. أضاع حسن معتوق بالشوط الأول وكانت نقطة تحول، والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل فرصة موني هذه ممكن تكون نقطة تحول لمصلحة شباب الساحل مرة جديدة؟ أنا برأيي هالمرة أصعب الأمور من الشوط الأول، لأنه منسوب اللياقة البدنية عند لاعبي شباب الساحل واضح أنه انخفض، تحديدا بعد ما سجل الأنصار هدفه الثاني. علي ظاهر عم يترك ركلة المرمى لا باكاري كوليبالي، هو على التنفيذ حاليا، كوليبالي بيلعب الكرة الأمامية، البحث عن نداي مباشرة عند البيطار، كنترول من البيطار، بيسلم عدنان حيدر، من بعد دخول عدنان حيدر تحسن الأنصار بدون شك على صعيد عملية الربط. عدنان حيدر عم يلاقي أونيكا، دائما عم يلاقي اللواتي اللي من وقت ما سقط بالهجوم خلف خط الوسط الساحلي تغير أداء الأنصار. مهاجم جديد على أرض الملعب، موني أوت، محمود كوجوك إن، كوجوك صاحب الهدف الوحيد بالدور الأول بمواجهة الإخاء الأهلي علي أهدى الأنصار، أول انتصار بكأس النخبة، هو عم ياخد مكان موني، ما كان موفق موني بمباراة اليوم. الموسم الماضي، الماضي موني سجل بمباراة الإياب يلي فاز فيها الأنصار 3-2 هو وسوني والحج مالك، بينما سجل للساحل حسن كوراني وعبد العزيز الداي. الذهاب كان فيه هاتريك للحج مالك بالتخصص، الحج مالك يعني بآخر ثلاث مباريات بمواجهة شباب الساحل الحج مالك سجل 5 أهداف طبعا مع هالمباراة، يعني عم بحكي، وهدف لحسن بيطار كان بمباراة الذهاب. كورنر حاليا، حسام اللواتي هو اللي بيلعب الكرة اللي داخل منطقة جزاء، مقطوعة من العطوي، بتبقى أنصارية، بتروح لعند البيطار، البيطار بده ينتبهوا من الأوفسايد، عم يحاولوا ينسبون من مصيدة التسلل لاعبين شباب الساحل، والرأسية هون سيئة جدا كانت من موزس، لوكاس موزس بالرأسية السيئة إلى خارج أرض الملعب. 9 دقائق متبقية على نهاية الوقت. من أرض الملعب ودخول حيدر عواضة، هذا الاسم ممكن يكون من الأسماء البارزة جدا، لاعب بيتمتع بموهبة تهديفية جيدة، والحكى عنه كتير
حيدر عواضة إذا عم يدخل إلى أرض الملعب. سجل بالموسم الماضي مع الأهلي النبطية 13 هدف ببطولة الدرجة الثانية، ولفت أنظار شباب الساحل اللي استقدموا إلى صفوفه أملا طبعا أن يكون إضافة هجومية، يعني عنده إمكانات بدنية، عنده صفات المهاجم على الصعيد البدني، لكن بده يثبت نفسه أكيد بالدرجة الأولى مثل ما ظهر بشكل جيد بالدرجة الثانية، ويقدر ياخذ مكان بتشكيلة شباب الساحل، ليش لا؟ بس عاصي جوكر شباب الساحل بمنتصف الملعب بدأ المباراة، إنما هالمرة عم يكون موجود بمركز الظهير الأيمن. الخطأ كان لمصلحته بعد الاحتكاك مع محمود كوجك والكرة الأمامية. سينو عم يقطع حسين عواضة، بيسلم مثل العادة حسام اللواتي، وعم يحاول يلعب اليوم دور صانع الألعاب بالشوط الثاني. حاج مالك عم يقاتل على هالكرة، بترجع لعند حسين عواضة. الأنصار أصبح مرتاح أكثر، أصبح عارف شو عم يعمل على أرض الملعب بخط الوسط، لكن لا تزال الصورة التكتيكية الاستراتيجية الأنصارية غير واضحة. هذا أمر طبيعي، يعني مدرب جديد، لاعبين جديد دخلوا إلى صفوف الفريق، وموسم جديد أيضا، يعني ما في أحكم على الساحل وعلى الأنصار من هالمباراة تقول شو ممكن يعملوا بالموسم، لأن مرحلة التحضيرات ما خلصت بالنسبة لكل الفرق. إن شاء الله أكيد مع انطلاق بطولة الدورة كل الفرق تكون جاهزة ونشوف مباريات جميلة ومليئة بالأهداف مثل مباراتنا اليوم. مشاهدينا نهائي كأس النخبة، بتذكر امبارح كنا مع نهائي كأس التحدي وفوز البرج على السلام صغارته بهدفين وحصوله على لقب كأس التحدي للمرة الأولى ولقبه الأول من عام 1993 وقت فوزه بكأس لبنان. ومين رح يخلف التضامن صور؟ كان هيدا السؤال امبارح، البرج كان الجواب، والسؤال اليوم مين رح يخلف النجمة ويحصل على اللقب؟ نجمة يعني لصاحب العدد الأكبر من الألقاب بكأس النخبة وبطل آخر ثلاث نسخات. وبالمناسبة يعني وبالحديث عن النجمة، أكثر لاعب أحرز لقب كأس النخبة هو عباس عطوي قائد النجمة السابق، 7 ألقاب حصل عليها عباس عطوي مع النجمة بكأس النخبة، فرح ينجح أنه يضيف لقب ثامن لمسيرته. فعلا تاريخ عباس عطوي، هو يلي عم يخرج حاليا من أرض الملعب لاستكمال العلاج بالوقت يلي الحديث بين الحاج حمود واللواتي مستمر. رح ينجح انه يخطف هدف حاسم وهدف قاتل وهدف بيساوي كأس النخبة لفريقه. هذا الامر يلي ممكن يحصل باخر 5 دقائق من المباراة بهالأمسية الكروية المثالية عبر شاشة MTV مشاهدينا، يعني عم نستمتع أكيد نحن وياكم بهالمباراة. الدقيقة 85 إذن فارس، متبقي 5 دقائق على النهاية. الأنصار والساحل، مين راح يفوز؟ الأنصار حاليا هو بالهجوم. الأنصار محاولات بده يجرب ينهي المباراة بلا ما يروح لركلة الترجيح، بس الأمور منا سهلة أبدا. يعني فيكم تتخيلوا الأنصار مع عودة سوني سعد، مع عودة شبريكو، عودة نصار وبالإضافة لألفريدو جريديني وأياد حمود يلي رح ينضموا اللاعبين لتشكيلة فريق الأنصار، رح يكون فريق الأنصار بحلة تانية مع انطلاق الدوري. اليوم مباراة رائعة بين الفريقين، شباب الساحل قدم مباراة كبيرة شو ما كانت نتيجة اللقاء. كل الاحترام لفريق شباب الساحل، لإدارته، لجهازه الفني. الأنصار عمل كامباك كتير كبير، فرصة لفريق شباب الساحل. معقول مغنية باللحظات الأخيرة، عم بخلص مرمي من هدف كاد يكون لحيدر عواضة. حيدر عواضة لاعب الأهلي النبطية السابق يلي انضم لفريق شباب الساحل. خطأ كان من دفاع الأنصار، وكرة لحسن حظ مغنية عم بيقدر يخلصها بالوقت الحاسم باللحظات الأخيرة من المباراة. كاد شباب الساحل يقلب النتيجة ويغير النتيجة
ركلة ركنية ساحلية بهالوقت مع الكوراني على التنفيذ. الأعصاب مشدودة، ما حدا مرتاح، ما حدا مرتاح أبدا. ترجع الكرة ما زالت مع فريق شباب الساحل، بيبعدها بتوصل لعند عدنان حيدر. عدنان حيدر بيلعبها سريعة. الله 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 الله، حلو كتير الفوتبول يلي عم نشوفه، حلو كتير الأداء يلي عم نشوفه من الفريقين. خطأ جديد بمنتصف ملعب، الحكم بلش يطلع على ساعته ليشوف الأمور، ليشوف قديه باقي، ليشوف قديه بده يعطي وقت محتسب بدل عن ضائع. الهدف في حال تسجل لأي فريق من الفريقين رح يكون هدف قاتل، هدف بيقضي على المباراة. داوودا 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 بيلعب الكرة أمامية، في مشكلة، في مشكلة بدفاع فريق الأنصار، هيدا الأمر واضح. وقت بدنا نقول الساحل سدد بالقائم، الساحل قدر يخلق فرص عديدة، الساحل قدر يسجل 3 أهداف، يعني في إعادة حسابات بدها تكون بدفاع فريق الأنصار بالمرحلة المقبلة. في بطاقة صفرة، في إنذار، لمين الإنذار؟ لمين رح يكون البطاقة الصفرة؟ هل الإنذار بهالوقت لحسن حمود؟ حسن حمود يلي عم بيحصل على بطاقة صفراء. ذكي كتير الفاول يلي ارتكبه حسن حمود، شوفوا الفاول يلي ارتكبه، لأنه كاد يكون جاد حسين لحاله بمواجهة حسن مغنية. عم نوصل للحظات الأخيرة من الوقت القصي لهالمباراة. الأعصاب مشدودة، كان المشاهدين يلي عم بيتابعوا المباراة عبر شاشة الام تي في أو لاعبين على أرض الملعب. ركلة حرة من مكان معقول كتير يصيد منه على التسديد محمد حمود. محمد حمود بيتقدم بيسدد، كرة بيبعدها حسن مغنية بالبوكس، ما بده يلقط أبدا، ما بده ياخد مخاطرة. كرة عالية لعند حسن معتوق، ممنوع حسن معتوق ياخد الكرة، ممنوع يكمش الكرة حسن معتوق لأنه الخطورة بتكون موجودة. يعني الحاج حمود واصل صوته لعندي وعم بيشجع اللاعبين، عم بيطلب من اللاعبين يرجعوا ما يتركوا أبدا. هجوم الأنصار لحالهم، فرصة لفريق الأنصار داخل منطقة الجزاء، الكرة بتمر والخطر بيزول، بس الكرة بعدها أنصارية ورمية تماس أنصارية. علي رضا عم بيطلع بساعته، ماهر العلي صار موجود على المكان المخصص له ليعطي الوقت المحتسب بدل عن ضائع يلي رح يكون قدام الفريقين. اللواتي بيحصل على ركلة ركنية، ماهر العلي بيتقدم ليرفع، 5 دقايق وقت محتسب بدل عن ضائع. الحكم بين التبديلات وبين الإصابات وبين الأمور يلي صارت على أرض ملعب ارتقى إنه يعطي 5 دقايق. ركلة ركنية وكرة عالية، كرة خطرة كتير، بيبعدوا له الحج مالك، ذكي كتير بهالكرة كوليبالي، بيعرف شو لازم يعمل. يعني دخلنا بالوقت الحاسم شربين، هيدا الوقت يلي ما حدا بيتمنى أبدا يدخل مرمي الهدف، بينما الهدف في حال تسجل رح يكون هدف أخير بتصور بالمباراة. رح تكون بالنسبة لواحد من الفريقين النهاية من دون شك بالوقت اللي حالياً التقدم من شباب الساحل والكرة الأمامية. يعني شوف شباب الساحل فعلاً هبط مستواهم بدنياً بشكل كتير كبير، الأمور منا سهلة أبداً عليهم. هذا الأمر ممكن يستفيد منه الأنصار بأي لحظة مع أونيكا وفي صافرة على وقع اعتراضات جمهور الأنصار ولاعبينه. كوراني موجود على أرض الملعب، كل السلامات لإله، على ما يبدو تعرض لإصابة بعد احتكاك مع أحد لاعبي الأنصار. هيدا الحج مالك أمامنا، السفاح جلاد الحراس، هداف الدوري بالموسمين الأخيرين. هون الاحتكاك اللي كان بين لواتي وحسن كوراني. كوراني على أرض الملعب، إذن بيأمل أنه يتابع اللقاء. يعني لقاءات الأنصار وشباب الساحل كانت دائما لمصلحة الأنصار، عم قول دائما نعم، لأنه إذا بنرجع لبطولة الدوري والمواجهات 39 بين الفريقين
24 مرة فاز الأنصار مقابل انتصار وحيد للساحل. التعادل كان ب 14 مناسبة، الفوز الوحيد للساحل من 17 سنة وأكثر حتى، تحديداً ب 4 أيار 2002 قدر الساحل يفوز بنتيجة 3-2. 77 هدف للأنصار بمرمى الساحل مقابل 29 هدف للأخير بمرمى الأخضر. الفوارق كبيرة طبعاً، إن كان على صعيد الألقاب وإن كان على صعيد المواجهات، لكن الماضي بيبقى ماضي، وكل موسم بموسم. وبالوقت اللي حسام اللواتي حاليا عم يلعب الكره العرضيه مقطوعه من دفاع شباب الساحل، بتبقى خطيره داخل منطقه الجزاء، محاول للمرور من المعتوق عم تنقطع. الانصار عم يفرض حصار على الساحل حاليا. بيطار ترجع الكره على الجهه اليمنى مع اونيكا، بمر اونيكا بقدمه اليسرى، الكره الامام بيحاول يلاقي المعتوق، لكن صعبه هذه يا اونيكا، لا بل مستحيل انه كان يوصل للمعتوق. ركله مرمى عند شباب الساحل يلي في يقول في يكسب بعض الثواني بالوقت الحالي. الانصاريين والانصاريات المتواجدين باعداد كبيره بالجهه المقابله للمنصه الرسميه بانتظار انه يشوفوا فريقهم عم يرفع كاس النخبه. يعني كاس النخبه بصراحه منا فقل خير، كانت اقله باخر موسمين على الفائز فيها على فريق النجمه صاحب ال 11 لقب بذكر بكاس النخبه. الانصار احرز اللقب مرتين كمان من مره، العهد عنده 5 القاب والصفا عنده لقبين. وباقي الفرق لعبت دور الكومبارس على صعيد هالمسابقة التنشيطية اللي بتسبق انطلاق الموسم الجديد. حمود حاليا على الجهة اليسرى عم يعكس الكرة العرضية، البحث عن واحد من زملائه بتوصل لعند جاد حسين، كنترول ممتاز. هذا واحد من اللاعبين ايضا الموهوبين بشباب الساحل، دخل بالشوط الثاني بعد تبديل اضطراري، عم يحافظ على الكرة بوجه بديل اخر هو حسن حمود. من وقت دخوله عم يلعب دور جيد على الصعيد الدفاعي، مع انه لاعب مهاجم هو حسن حمود. غياب شبريكو اليوم على الجهة اليسرى خلى كالفين ضو يبدا المباراة كأساسي، لكن ما كان موفق، هذا الأمر واضح. ولهالسبب نزار محروس دفع بحسن حمود على الجهة اليسرى. عباس عاصي بيلعب الكرة مع داوودا مرة جديدة، سليم سراج عم يعطي الإشارة والكرة لمصلحة شباب الساحل. ثواني قليلة وبينتهي الوقت المحتسب بدل عن ضائع، وبنروح للبينالتيز. وركلات الترجيح يلي راح ترجح فوز فريق على آخر، إلا إذا كان أحد لاعبي الأنصار أو شباب الساحل عنده رأي آخر. الثواني الأخيرة وبتصير المهمة الثقيلة على شخصين على أرض الملعب، على علي ظاهر من جهة شباب الساحل وعلى حسن مغنية من جهة الأنصار. حسام اللواتي حاليا بهالكرة الأمامية، حسين عواضة الانطلاقة السريعة الكرة العرضية، حشمالك الخطورة لا تزال موجودة، ما معقولة الحركة الدفاعية يلي أبعد من خلالها شباب الساحل الكرة وأبعد الخطورة عن مرمى علي ظاهر. بالوقت يلي داوودا عم يحاول ينطلق، داوودا عم يحاول يستعرض مهاراته، أيضا داوودا عم يروح، داوودا عم يهرب، داوودا 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 شو ممكن يعمل بهالكرة؟ داوودا يبر الكرة رائعة جدا، الخطورة ممكن تكون موجودة بهالكرة. حيدر عوضة داخل منطقة الجزاء، حيدر بيسدد، إنما عم ترتد، ومع علي رضا عم يعلن عن نهاية المباراة بالتعادل 3-3 بين الأنصار وشباب الساحل. يعني هيدي يمكن من اجمل لقطات المباراه. 3-3 اذا النتيجه والتعادل، وجمهور الانصار القادم من كل مناطق لبنان، رابطه عرمون بشمون عم ترفع هاليافطه حسمت على صعيد الهدافين. حسن معتوق افضل هداف بكاس النخبه باربع اهداف، وافضل صانع اهداف هو عباس عطوي شباب الساحل يلي عنده 4 تمريرات حاسمة. تخيلوا 4 تمريرات حاسمة لعباس عطوي بأربع مباريات، الأقرب لإله هو حسام اللواتي بثلاث تمريرات حاسمة، موني عنده تمريرتين حاسمتين. إذا التعادل 3-3 فارس، وركلات الترجيح هي رح تكون الفاصل بين الفريقين. يعني هيدي ركلات ترجيح، ركلات حظ فيكم تقولوا، لانه ركلات اعصاب. معقول كثير حارس المرمى
هو شو بيقرر ياخد جهة معينة يلحق الكرة، بتصير تقدير عند حارس المرمى وعند اللاعب يلي بده يسدد. فالأمور غامضة والحظوظ متساوية بين الفريقين 50-50 بركلة الترجيح، مين رح يسدد من ناحية فريق الأنصار، مين رح يسدد من ناحية فريق شباب الساحل. هذا اللي كنت عم بقوله خلال المباراة، انه اكيد حاج حمود وكوتش الأنصار نزار محروس اجروا حصة تدريبية خلال الأسبوع، وكان في جزء كبير منها التسديد على ركلات الترجيح، لانه معقول كتير كل مدير فني بيعمل حسابات انه معقول يوصل لهالشي. هلا ما عاد عنده شيء يقوله نزار محروس ولا الحاج حمود بالنسبه للمباراه. هلا التركيز رح يكون معنويا اكثر على ركلات الترجيح، بينما دراسه المباراه تبقى بعدين خلال الاسبوع المقبل، عمليه القرعه بين قائدي الفريقين على ارض الملعب. ونزار محروس هون الاسماء يلي رح يجرب يسألون مين بده يسدد. أوقات بيكون مختار لاعب بس اللاعب ما بيكون بيومه أو ما بيكون حاسس أنه بده يسدد، بيطلب من المدير الفني أنه لا ما بدي يسدد ركلة الترجيح، فبروح الخيار والاختيار على لاعب آخر. فإذن الأمور واضحة، قائدي الفريقين من ناحية فريق شباب الساحل عباس عاصي وحسن مغنية من ناحية فريق الأنصار يلي رح يقوموا بتسديد ركلات الترجيح. حسن مغنية اللي عم بيتوجه لداخل غرف الملابس بهالوقت، حسن مغنية بانتظار عودة حسن مغنية ليبلش التسديد على المرميين. الحاج حمود ومحمود عليمة والجهاز الفني عملوا شغل كتير كبير بهالمباراة، بغض النظر إذا شباب الساحل ربح أو ما ربح كأس النخبة، بس فريق جدير فعلا بالاحترام، فريق عمل شغل حضر حاله كتير منيح، وأتسجل 3 أهداف بمرمى الأنصار، يعني أنت فريق كبير. ربح كتير الساحل اليوم من هالمباراة على العديد من النقاط الإيجابية اللي قدر يضوي عليها، أقله ربح احترام الخصوم واحترام الجميع اللي الكل رح يعملوا له ألف حساب عند مواجهته ببطولة الدوري. تنشوف مين الخمسة من الأنصار يلي رح يتولوا مهمة التسديد، تسديد ركلات الترجيح، ومين الخمسة من شباب الساحل يلي رح يتولوا هالمهمة بالمقابل. لاعبي الأنصار ولاعبي الساحل رح تكون أمامهم لحظات عصيبة، لحظات فيها توتر، ولو أنه مثل ما ذكرت هالدورة تنشيطية، لكن الكل بحب يربح، الكل بحب يرفع كأس، والكل بحب يدخل بمعنويات عالية إلى الدوري. إذن رح نشوف مين رح يتولى التسديدة الأولى، ومين رح يكون بداية بين الخشبات الثلاثة. صرنا زمان على صعيد الفوتبول اللبناني ما شفنا ركلات ترجيح عم تحسب مباراة، يلا ما فيها خسارة، نحضر أكثر فوتبول، نستمتع أكثر بكرة القدم اللبنانية. وبهالمباراة يلي عم ننقلها لكم مباشرة من مدينة كمين شمعون الرياضية، الركلة الأولى بانتظارها حسن مغنية وعلي طاهر. مثل ما ذكرت هني أمام المهمة الأتقل، يمكن المهمة الأصعب هي عند اللاعبين للتسجيل، لكن المهمة الأتقل هي أمام حارسي المرمى. وأول ركلة رح تكون ساحلية، شباب الساحل إذن رح يبدأ ويسدد حسب مغنية بين الخشبات الثلاثة. سمعتوه الحاج مالك، الكل بحالة ترقب، رح نشوف مين من شباب الساحل رح يتولى الركلة الأولى. عباس عطوي صاحب هدف التعادل الأول للساحل بهالمباراة. إذا رام عشر عباس عطوي بمواجهة حسن مغنية، عباس وحسن مين رح يتغلب بهالمواجهة؟ عباس عطوي عم يتقدم، عم يسدد وعم يسجل الركلة الأولى إذا للساحل
عم ينجح عباس عطوي بتسجيلها، خدعه تماما لحسن مغنية وسجل أول ركلة ترجيحية فارس. يعني حسن مغنية اختار ياخد زاوية معينة، عباس عطوي سدد بالزاوية الثانية. هالمرة دور الأنصار، والأنصار يلي رح يسدد مع حسن معتوق. حسن معتوق عالسريع، حسن معتوق بيتقدم بمواجهة علي ظاهر، كمان حسن معتوق بيختار نص المرمى تماما، عرف انه علي ظاهر بده ياخذ زاوية معينة بنص المرمى، والنتيجة عم تتعادل 1-1 بين الأنصار وشباب الساحل. ذكية من المعتوق اذا يلي عم يعادل الأرقام 1-1. معتوق كان عم يرد على عباس عطوي، والتسديدة الثانية بكاري كوليبالي. بكاري كوليبالي هو اذا رح يتولى مهمة تنفيذ الركلة الترجيحية الثانية بمواجهة حسن مغنية. كوليبالي والمغنية، كوليبالي عم يتقدم عم يسدد هدف ثاني على طريقة عباس عطوي. كوليبالي اذا عم يعطي التقدم من جديد للساحل 2-1، فرح نكون امام ركلات ترجيحية ماراثونية. كوليبالي عم يشجع علي ظاهر بالاعادة مرة جديدة. فارس شوف خضعه تماما للمغنية مرة جديدة، يعني لهلا المغنية شربي اللي عم ياخذ الزاوية اليمنى مرتين، نقى ياخذ الجهة اليمنى، ما بعرف اذا رح يكمل بهالطريقة. الأنصار بمحاولة ليعدل النتيجة عن طريق حسام اللواتي، يعني بعد ما شفنا الحج مالك أكيد رح يسدد، عباس عطوي أكيد رح يسدد، بس خلينا نتابع اللواتي بمواجهة علي ظاهر. علي ظاهر واللواتي، شو رح يعمل علي ظاهر بهالكرة؟ منتابع نحن وياكم، واللواتي بيتقدم علي ظاهر، انجاز 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 لعلي ظاهر يلي بيقرا اللواتي مظبوط، بيعرف بده يسدد على الجهة اليمنى، بيروح مثل الاسد على اليمين وبيبعد الكرة ليخلي التقدم ساحلي 2-1. انجاز، برافو علي ظاهر، هيدا مستقبل الحراس بلبنان. كرة ضعيفة كانت من حسام اللواتي بطبيعة الحال، إذا كان مغنية عم يرتمي على الجهة اليمنى من دون نجاح، عم ينجح كان اللواتي أو عم ينجح علي ظاهر بمواجهة اللواتي. عباس عاصفة رح ينجح بدوره بتسجيل هدف ثالث ويعطي الأدفانتج لشباب الساحل. عباس عاصف قائد الساحل هو يلي عم يتقدم حاليا بمواجهة حسن مغنية. عباس عاصف عم يتقدم عم يسدد، جول جول 3-1 لشباب الساحل، 3-1 اذا لشباب الساحل وسط فرحة جمهوره الحاضر بالملعب. خدعه تماما ايضا لحسن مغنية، منه موفق المغنية لحد الوقت بالركلات الترجيحية. اذا 3-1، وهلا الدور على مين؟ دور على حجم على الحج مالك، دور على ملك الهدافين الحج مالك. هلا صعب كثير الامور عنده، لانه اذا ما سجل بتصير كتير كتير صعبة على الأنصار. ليبقى الأنصار بجو المنافسة لازم الحج مالك يسدد داخل المرمى بنجاح. الحج مالك بمواجهة علي ظاهر، الحج مالك هداف الدوري الموسم الماضي برصيد 19 هدف. الحج مالك سجل بمباراة اليوم، هل رح يسجل بركلات الترجيح؟ علي ظاهر معنويات عالية كتير، شوفوا مرتاح مرتاح علي ظاهر. حج مالك وعلي ظاهر، وين رح يروح علي ظاهر؟ شو رح يعمل حج مالك؟ وهدف ذكي كتير، ذكي كتير. وقت بدك تسدد ركلة الترجيح سددها عالية عن الأرض لحارس المرمى تكون صعبة الأمور عليه. الحج مالك بيسدد على يمين علي ظاهر، والنتيجة شربي 3-2 التقدم لشباب الساحل. تسديدتين باقيين لا شباب الساحل ولا الأنصار. حسن كوراني هو يلي رح يتولى المهمة وركلة الترجيح الرابعة لا شباب الساحل. كوراني هالمرة هو يلي رح يكون بمواجهة حسن مغنية، قائد الأنصار مركز بشكل كتير كبير
بمواجهة الرام 20، فرح يعطي التقدم أكبر لفريقه ويخليكم مرتاح. حسن كوراني بيتعدى بيسدد جول 4-2 مع الكوراني، والساحل عم يقرب أكتر وأكتر، عم يقرب أكتر وأكتر من حمل كأس النخبة. وفي حال ضيع الأنصار هلأ فارس، خلص في حال ضيع الأنصار خلصت الأمور من ناحية فريق الأنصار. الكشك قدام امتحان كتير صعب، ومن بعدها إذا سجل الكشك، بحال سجل الساحل انتهت المباراة. هل رح يكون بطل اللقاء علي ظاهر بمواجهة محمود كشك؟ خلينا نتابع الركلة الترجيحية الرابعة لفريق الأنصار. محمود كشك بمواجهة علي ظاهر، الكشك بيتقدم وعلي ظاهر حلو كتير. أجمل ركلة ترجيحية بتتسجل اليوم كانت من محمود كشك، يلي خلى الأنصار بجو المنافسة، سددها بطريقة حلوة كتير داخل الشباك، وبتبقى الركلة الترجيحية الخامسة للساحل. بحال شربل الساحل سجل لأول مرة الساحل بطل كأس النخبة. ومين راح يكون بطل المباراة بالركلة الأخيرة؟ داوود أديماي يلي هو نجم المباراة. شفنا داوود أديماي الشغل الكبير يلي عمله، والهدف الرائع يلي سجله ببداية الشوط الثاني ليمنح الساحل التقدم 2-1. داوود والمغنية، فهل رح تنتصر الأقدام السنغالية بهالمواجهة، أم رح يكون المغنية له كلام آخر بآخر ركلة ترجيحية لشباب الساحل من بعد ما عجز عن التصدي لأي ركلة؟ داوود أديماي صاحب التسديدات الصاروخية على خط منطقة الجزاء عم يتقدم، داوود أديماي عم بيسدد جول 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 لشباب الساحل، والهدف الأغلى ولو إنه من ركلة ترجيحية كان داوود أديماي عم بيسجلها ليهدي شباب الساحل لقب مستحق. خلوني أقول نعم، لقب مستحق لشباب الساحل، فعلا فريق ترفع له القبعة، كسر كل التوقعات، غير كل المؤشرات وقدر يفوز بكأس النخبة. صحيح هي دورة تنشيطية لكن بيستحقوها الساحلية جمهورا، لاعبين وإدارة وفنيين. الساحل إذن عم يحقق الانتصار على الأنصار بركلات الترجيح بنتيجة 5-3. ألف مبروك لشباب الساحل ولجمهوره، وإلى الأمام بالتأكيد ببطولة الدوري بانتظار لحظات التتويج. عم نشوف الاحتفالات لجمهور شباب الساحل فارس، يعني مبروك كبير لشباب الساحل، أرضاك لفريق الأنصار. المهم واحد يتعلم من هالمباراة، يشوف وين أخطأ، شو لازم يعمل، شو ما لازم يعمل. شباب الساحل هي اللي كان متقدم بنتيجة 3-1، فجأة الأنصار رجع، وعودة البطل مع هدفين كانوا مهمين كثير، عدل النتيجة 3-3 فريق الأنصار. بس ركلة الترجيح ابتسمت بالنهاية لشباب الساحل يلي سدد وسجل 5 من 5 شباب الساحل، وفشل اللواتي انه يسجل بمرمى علي ظاهر يلي خلص فريقه وكان بطل المباراة، بطل الركلات الترجيحية. الأنصار عم بيودع المباراة من دون لقب ثالث بكأس النخبة، رح يكتفي باللقبين يلي أحرزهم بكأس النخبة. أما شباب الساحل هيدا لقب جديد لإله بعد كأس لبنان بموسم 99-2، عم بيحرز كأس النخبة لأول مرة بتاريخه. عملوا حسابات كتير منيحة وقت بدكم تواجهوا البرج، وقت بدكم تواجهوا شباب الساحل من بعد الأداء اللي شفناه امبارح من فريق البرج والأداء اللي شفناه اليوم من فريق شباب الساحل. فريقين من أندية النخبة، من الأندية الصعبة جدا رح تكون. الأنصار بيبقى الأنصار، بيبقى الزعيم، بيبقى اللي عنده لاعبين وخزان كتير كبير. جمهور الساحل يلي عم بيشجع عم بيحتفل بهاللقب،
احتفالات كبيرة راح تكون من ناحية فريق شباب الساحل. مبروك كبير للحاج حمود، مبروك كبير للجهاز الفني والإداري لشباب الساحل وعلى رأسه سمير دبوق بهالفوز ولو بركلات الترجيح. هو الفوز مهم، الانتصار ما في أجمل منه، واللقب غالي كتير. هيدا الحاج حمود يلي أنا أكيد ما بقى عنده صوت، ما بقى عنده صوت أبدا من بعد هالمباراة، قد ما بيضل عيش المباراة، بيضل يشجع ويحمس اللاعبين كل الوقت. شباب الساحل بانتظار انه يستلموا الكأس السئزر موسم عان يلي كان موجود بمباراة البرج والسلم صغرتا نهائي كأس التحدي، صار جاهز ليسلم الكأس لكابتن فريق شباب الساحل زهير عبد الله. زهير عبد الله وفرحة الفوز علي حليل وكل اللاعبين يلي موجودين الى جانب زهير عبد الله. كأس النخبة رح يروح لخزاين فريق شباب الساحل، مش ناطرين لك رح يحملوا كمان زهير عبد الله، بس ليخلصوا دقيقة لحظات قليلة ما عم يقدروا يهدوا حالهم اللاعبين. هيدي فرحة الفوز، فرحة الانتصار، ومش على أي فريق، على فريق كبير مثل فريق الأنصار. أستاذ ريمو سمعان بانتظار لنشوف لحظات تسليم الكأس. مدير فريق شباب الساحل حسين فاضل بانتظار وصول رئيس نادي شباب الساحل ليستلم الكأس مع فريق الانتصار الأكبر والنتيجة الأعلى بالمواجهات بين الفريقين كانت للأنصار عام 2002 بالدوري وتحديداً بـ3-11 وقت ربح الأنصار 6-1. كل لاعبي الساحل والجهاز الفني والإداري صاروا موجودين لاستلام الكأس. رئيس النادي سمير دبوق كمان صار موجود ليستلم الكأس مع اللاعبين. فرحة كتير كبيرة رح تكون ساحلية وهالشي اللي بيصير. مبروك كبيرة لشباب الساحل، هيدا فريق كبير، فريق بطل، منه سهل أبدا. رح يكون بالدوري، عملوا حساباتكم وقت بدكم تواجهوا الساحل مع لاعبين أجانب من مستوى عالي كتير. مع فريق شباب الساحل لاعبين لبنانيين ممتازين، والصورة التذكارية يلي رح تكون بهالوقت للفريق مع كأس النخبة. شباب الساحل يلي تغلب بالمباراة الأولى على العهد 3-0 بكأس النخبة، حيدر عواضة، محمد ناصر الدين وداودة، من بعدها أتبعها بالفوز على شباب الغزية 1-0 هدف لبكاري كوليبالي، وبالدور نصف النهائي الساحل تغلب على الإخاء الأهلي علي 2-0 عبد العزيز نداي وحسن كوراني، بينما فريق الأنصار كان تغلب على الإخاء 1-0 هدف لمحمود كشك، تغلب على النجمة 3-1 موني حسن معتوق واللواتي، وبالدور النصف نهائي كان الأنصار عم يتغلب على شباب الغزية 5-0 هدفين للمعتوق، هدفين لسوني سعد وهدف لوكاس موزيس. على كل من عندي بدي ودعكم، رح ننتقل لاستوديو التحليلي مع زميلنا شربي الكريم لنشوف رأي الكابتن جمال الحاج بهالمباراة. تفضل شربي. يعني اخيرا فارس قدرنا نوصل على الملعب، ما بعرف يعني الاوضاع كيف تكون عاده على ابواب الملعب، تاخرنا اكيد على المشاهدين، بدي اعتذر منهم، لنوصل لاستوديو التحليلي ونحكي نحن وكابتن جمال حاج. الامور اكيد التنظيميه من المفترض تكون افضل ونقدر نوصل لنقدر نعمل شغلنا، هذا الامر برسم الاتحاد مراقب المباراه يلي عمله وغيره من المسؤولين على الابواب. على كل حال بنضلنا بالجد كابتن جمال، يعني لقب مستحق لشباب الساحل، الف مبروك للساحليين، لكن بنفس الوقت الأنصار عنده كتير شغل يعمله، هذا الأمر بيّن بالشوط الثاني رغم دخول عدنان حيدر ورغم التبديلات يلي حاول فيها إنقاذ الأنصار المدرب نزار محروس، مثل إدخال حسن حمود على الجهة اليسرى مكان كالفن دو. بالبداية مبروك لفريق شباب الساحل اللقب، وهذه بلقب معنوي إن شاء الله بتخليه يشغل بشكل أفضل للمستقبل ويطور نفسه الشغل الصحيح والسليم لتكمل العمل. الموسم الماضي شباب الساحل صار بكأس النخبة وبعتقد هو أصبح بمستوى
مقبول ويحسب له ببطوله الدوري انه حيكون حصان اسود، لكنه بالمقابل فريق الانصار فريق بعد تاخره كان شوط مجنون مثل ما بيقولوا، كان شوط جميل جدا الشوط الثاني، بعد تاخره 3-1 شفنا التبديلات اللي عملها، يمكن خاصه انه عند نزول حسن حمود محل كالفين اللي بعتت كان في مشكله بخط الدفاع مال كالفين ضاو، قدر الفريق قدر يتوازن، بس كمان خلال المباراه كلها بنشوف انه في اخطاء كثيره عند الفريقين. صح، وهذا يلي رح نشوفه بالاهداف كابتن جمال، يعني الاهداف هي اكبر دليل على المشاكل يلي كانت موجوده عند الفريقين، بدايه من الهدف الانصاري يلي كان الهدف الجميل لعباس عطوي اونيكا ببدايه هالمباراه مثل ما حكينا بالشوط الاول. صح. المشكله يلي كانت عند شباب الساحل عدم التمركز الصحيح بهالحاله الدفاعيه ومنع عباس عطوي اونيكا انه يسدد سدد بشكل مريح، من بعدها ايضا المشكله يلي كانت بالمقابل عند فريق شباب الساحل يلي شفناها اكثر كابتن جمال حاج بالشوط الثاني من هاللقاء، لكن هون الهدف التعادلي الجميل كره داوود ادياميه ودفاع الانصار المشكله يلي تحدثت عنها حضرتك. صح صحيح، عم نشوف كنا انه لنا في مساحات، في عدم ترابط خطوط، في سوء تغطيه عند المدافعين خاصه بالميلان، وبالتالي كانت الاهداف غزيره بالمباراه، وهذا للمشاهد رائع، للجمهور شيء حلو، اكيد مش للمدربين، اكيد للمدربين، هو معناته انه عنده الشغل كثير لازم يشتغلوا للفريق. شوف هون الهدف التقدم لشباب الساحل، الهدف الثاني اللي سجله داوود ادياميه كمان مرتاح استلم، قدر يلاقي الزاويه البعيده وقدر يسدد بقوه بمرمى حسن مغنيه. لا شك لاعب موهوب جدا، اجمل اهداف المباراه كابتن، لكن مثل ما حكينا عن هدف عباس عطوي اونيكا مرتاح ديامي لما سدد. صحيح، هو لاعب موهوب جدا وقدم مباراه رائعه اليوم، وعنده مهاره فرديه عاليه، قدر يراوغ ويسجل هدف. هون كمان معروف فريق شباب الساحل مليك السنه بالكرات الثابته، يعني خصوصا بالكورنر مع كولوبالي ومع عبد العزيز نضاي عم بيكونوا خطرين كثير، فبعتقد اليوم كمان قدروا يستفيدوا كمان التمركز سيارة. اليوم في شغل على صعيد التمركز. هيدا هون يعني الهدف الثاني اللي سجله فريق الانصار. صحيح. كره وصلت ايضا بسهوله لحسن معطوق، من هالكره كان فينا نبلش نعرف انه مشكله شباب الساحل على الصعيد البدني واضحه، منسوب اللياقه البدنيه ما عم يقدروا يتابعوا، حتى هون الخطا اللي ارتكبه حسن حمود بترك الكره لموني كمان هذه قله التركيز. صحيح. عم نشوف في حتى بالكل الاهداف عم نلاقي في كثافه عدديه ان كان مدافعين ولا مهاجمين، لكنه التنظيم والرقابة اللصيقة ما مش موجودة عند المدافع، تنظيم ما كان موجود، وأيضا حالة الهدف الثالث هون الشغل يلي عمله موني والتسديدة أو اللي عمله الحاج مالك والتسديدة يلي دخلت شباك علي ظاهر كان محظوظ إلى حد ما الحاج مالك، ومن بعدها كانت الركلات الترجيحية اللي برأيي كانت منصفة أنه يوصل الفريقين لركلات الترجيح، وركلات الحظ تعطي الفوز لشباب الساحل، لأنه إذا ما نطلع على المجهود يلي عملوه الفريقين خلال المباراة 50-50 100%، حتى يعني بنشوف نحن هن الفريقين اللي هن تحضيراتهم كانت مبكرة، والفريقين الوحيدين اللي فينا نقول عندهم جوازية حوالي من 70-80% قبل دخولهم لبطولة الدوري، إن كان على مستوى تكملة التشكيلة أو التحضير العام للفريق والبرامج لبرامج المدربين، عندك صار لهم أسبوعين شهرين تقريبا الفريق عم بتحضروا، بالتالي الفريقين هن الأكثر حضورا وصلوا النهائي، ويستحق فريق شباب الساحل الفوز. مبروك لشباب الساحل. مع هاللقطة الاحتفالية للاعبي شباب الساحل مع جمهورهم، بدي جدد المباركة للساحل إدارة ولاعبين وجهاز فني على هالإنجاز، إنجاز الفوز بكأس النخبة، حظ أوفر للأنصار أكيد ببطولة الدوري، رح يكون حاضر بقوة الفريق الأخضر مع جمهوره الكبير يلي كان متواجد اليوم بالملعب. كابتن جمال حاج بتشكرك مرة جديدة، الشكر موصول لكم مشاهدينا، أيضا للمخرج جورج خليل وجميع فريق عمل الام تي في اللي كان مواكبنا بهالأمسية الجميلة، وأكيد الموعد بيتجدد بوقت قريب مع كل نشاطات الفوتبول اللبناني دائما عبر شاشة ام تي في. إلى اللقاء. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother.